مساء الخير لحضراتكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، واهلا وسهلا بيكم يوم جديد وحلقه جديده من برنامجكم زملكاوي وكعادتنا دائما تحيه خاصه لجماهير نادي الزمالك العظيمه. خليني في البدايه اقول لحضراتكم ان شاء الله ضيفي هيكون مين في الجزء الثاني من حلقتنا النهارده. النهارده هيكون معايا المحلل الرياضي محمد خليفه. خليفه دايما بيتكلم معايا بارقام وبيتكلم معايا كده في بعض الملاحظات، وبيبقى يعني عامل لنا كده شويه احصائيات بتبقى مهمه ان احنا ساعات نبص على المباراه بعين مختلفه وبزوايا ثانيه مختلفه، غير بقى كمان الفنيات بس اللي احنا دايما بنتكلم فيها. ساعات الارقام بتدينا مدلول، ساعات فكره الوقفه بتاعت فريق كين. خلي بالكم برده فريق شرطه كين حقيقي يمكن فاجئنا شويه الشوط الثاني، وكان خطر وكان اكتر من ند وضيع فرص كتير، ففرصه برضو نتعرف اكتر على نقاط القوه والضعف عشان نقدر نتفاداها المباراه اللي جايه. ده في الجزء الثاني ان شاء الله. لكن انا عايز اتكلم مع حضراتكم بشكل عام عن طبعا مباراه الشرطه الكيني اللي فاتت. ممكن يكون احنا كزملكاويه مش عاجبنا قوي الاداء، ده طبيعي على فكره ومنطقي جدا، لكن لو قلنا بعض الاسباب اللي ممكن تخلينا نطلع بالشكل ده عشان برضو احنا نكون نتقبل الفكره ونكون مستوعبينها، هنشوف ان احنا دي أول مباراة يعتبر في الموسم الجديد. صحيح الموسم شكله متلاحم وشكله لازق في بعضه وكل حاجة اللي هي التحام المواسم مع بعض، لكن ما ننساش إن الفريق ده كله الراجل كان مدي أجزاء منه كتير جدا، راحات أكتر من لاعب بعد شوية أكتر من شهر على فكرة عن الماتشات الرسمية. ولو قلت لكم بالنماذج كده هتلاقي أكتر من لعيب كان بعيد أكتر من شهر تقريبا، زي عبد الله السعيد، زي فترة من فترات كان شيكابالا قبل ما يرجع تاني من الإصابة، زي فيمكن كمان حتى عبد الله السعيد تحديدا أول مرة يشارك مع الزمالك في أفريقيا هو وناصر مير. كنا عارفين إن هم مش معانا الموسم اللي فات في الكونفدرالية علشان كانوا متأيدين طبعا مع فرقهم قبل ما يجوا. فبنتكلم على يعني بداية جديدة للدوري بتجديد الشكل العام للموسم سواء دوري أو أفريقيا، بدأناها بالكونفدرالية، لكن غصب عنك عندك بعض اللعيبه لسه بعيد عن فورمتها الكامله، عندك لسه الانسجام سن طبيعي. يعني عايز اوصل لايه؟ ان احنا في اول مباراه في الموسم لا مقبول، اللي يهمني انت عايز ايه من المباراه، اللي يهمني عرفت تاخد اللي انت عايزه ولا لا. وكمان الحمد لله مباراه افريقيا دي بتبقى تدريجيه مع بدايه الموسم، فانت بتعرف تطلع معاها واحده، ترجع تعيد مستواك تاني وفورمتك، تدخل تاني فورمتك واحده ستيب باي ستيب. يعني تبداها بمباراه كونفدراليه بره ملعبك، بتعرف تكسب بره ملعبك. كمان عنصر ان انت بتلعب كانت الساعه 4 العصر تقريبا المباراه بتوقيت كينيا، فده برضو اكيد خلي بالكم اللي هناك الرطوبه عاليه شويه على فكره في كينيا ومرتفعه شويه، فبتبقى الامور فيها من حيث النفس والاكسجين بتبقى فيها بعض الصعوبات على اللعيبه مع عنصر الجو مع الملعب. دي ساعات برضو بتاخد من مجهود البدني شويه للعيبه خاصه لما تكون في اول الموسم. فلما اجي اتفرج انا خدت اللي انا عايزه من المباراه ولا لا، اقول الحمد لله ان احنا خدنا اللي احنا عايزينه من المباراه، لكن لسه ما وصلناش للفورمه واللي احنا ناملها واللي احنا عايزينها. لسه كمان مع دخول بعض الصفقات ان شاء الله الفتره الجايه هيكون في تدعيمات باذن الله طبعا اللعيبه الى الان اللي موجودين معانا، الخماسي اللي تم قيدهم افريقيا بشكل عام وهيشاركوا في السوبر الافريقي ان شاء الله، وبعديها بعد ما نوصل ان شاء الله لدور المجموعات باذن الله بعد ما نعدي بامر الله دور 32 من الكونفدراليه. ف مع التطوير واحده هنلاقي الشكل اللي احنا عايزينه. فمش عايز جمهور الزمالك يستعجل قوي، مش عايزين احنا كلنا نستعجل بشكل عام. اهم حاجه ان احنا بعنينا بتبص صح، بتبص على الايجابيات ولازم نرصد السلبيات ونتكلم فيها عشان ما نتاخرش وعشان ما تفوتناش. ده شيء مهم جدا وشيء مقدر لازم نحطه في الاعتبار، لكن مش عايزين برضو ان احنا ايه نبالغ شويه، ما نبقاش عارفين ان احنا في اول موسم، مش عارفين ان في لعيبه جايه من راحات كتيره زي ما قلت لكم، عدد كتير من اللعيبه لسه بقى لهم فتره بينسجم ولسه شويه بقى لهم فتره بعاد عن فورمه الماتشات، فده امور طبيعيه بشكل عام. كمان لو خدنا بالنا ان احنا الحمد لله فزنا في مباراه الذهاب وكل حاجه، لكن شكل مباراه العوده ممكن يبقى عامل ازاي. الحقيقه انا مثلا واحد من الناس قلقتني شويه التغييرات الفنيه في الماتش اللي فات، يعني بعض التغييرات خلت فريق الشرطه الكيني ينشط اكتر، خلته يتجرأ انجاز التعبير على فريق الزمالك طبعا خاصه الشوط الثاني، وشفنا اكتر من فرصه بتضيع واكتر من وصول للمرمى. طبعا ده شيء انا شايف لو كنا جبنا هدف تاني وقتلنا المباراه كانت ممكن تبقى الامور اسهل بكتير، لكن قلت الاسباب خلاص. لكن ده يخليني برضه اخد بالي ان الفريق عنده ما عندوش حاجه يبكي عليها، هيلعب بره ملعبه اكيد مصمم انه يجيب جون، وده لازم نحطه في الاعتبار، لازم نبقى حذرين زياده عن اللزوم، لازم نحترم طبعا بشكل كبير جدا فريق الشرطه الكيني، لان واضح ان هو طلع بعض الانياب اللي عنده الشوط التاني عشان ما يدخلش بقى في حزب بيرما ويدخل فيك هدف وتبدا الامور تتعقد
فالاولويه في الماتش اللي جاي باذن الله ان احنا ما يدخلش فينا هدف، ده رقم يعني واحد في الاولويات ومهم جدا. لان لو نفتكر مباراه ارتا سولار الموسم اللي فات وبنفس الظروف كده وبعد كده، بس طبعا الحمد لله كنا يعني المره دي الحمد لله اتعلمنا الدرس وما خسرناش بره ملعبنا والامور اكثر استقرارا بشكل عام. لكن لازم نقول ان المباراه دي علمتنا، فالهدف اللي بيبقى على ملعبنا ساعات بيعقد الامور شويه، فبيبقى مهم بشكل كبير ان احنا نلعب على ده ونبقى حذرين بشكل كبير ان احنا نبقى حريصين ما تدخلش فينا هدف. فالتامين الدفاعي والحذر ده شيء مهم جدا جدا، ده على فكره اللي شاغل بال مستر جوزيه جوميز ويتكلم عنه كمان بعد المباراه الاولى، لان شاف اخطاء دفاعيه وكان هو نفسه يعني قايم نفسه وشاف ان لازم تعديلها، وانا مبسوط ان هو شايفها عشان ما يبقاش بعد ما كسب في ناس كده بيتجاهلوا او في مدربين ممكن ما يبقوش واخدين بالهم من ملاحظات مهمه جدا. لكن هو لما يحط القصه دي يعني اون سبوت او يحطها في الاعتبار، ولو كمان راجع الماتش بالفيديو ولا اتفرج اللعيبه على الاخطاء، اعتقد هتكون بالنسبه لهم مهمه جدا جدا عشان نشوف الوقفه، نشوف التمركزات، حتى لو موضوع عنصر البدني ما كانش مكتمل، لكن احنا كلعيبه كبار وكخبرات نقدر نتعامل مع المواقف اللي زي دي، بدليل ان انت حتى ممكن باقل مجهود تعرف تكسب بره ملعبك في الماتشات اللي شبه دي. فانا كمان عايز اقول ان احنا مهما كان الشكل مهما كان الاداء مش راضينا قوي، لكن انا شايف ان البروجرس الطبيعي او التطوير الطبيعي الفتره اللي جايه والتطور الطبيعي ان المباراه بعد المباراه هنبدا الشكل اللي يتحسن افضل، هيبدا اللحمه والانسجام تاني يرجع تاني، هنبدا كمان لما بتكتر لعيبه الكوره في الملعب بنبدا نتفرج على الاداء الجميل اللي شفناه لما كان الفرقه مكتمله. فيهمنا ان احنا نكون منطقيين و ما نستعجلش قوي قوي على الفريق. صحيح احنا عارفين ان عندنا ماتشات مضغوطه وعندنا بطوله الكونفدراليه في اسبوع دور 32، بعديها اسبوع تاني مباراه مهمه جدا السوبر الافريقي، بعديها بش وقت بسيط عندك كمان السوبر في الامارات، فانت بتتكلم كلها طبعا ماتشات مهمه ولسه ان شاء الله عندنا وقت ان احنا نكسب ارض نكسب انسجام. الخماسي اللي انضم لينا كمان لما يبتدي ينضم اكتر في ماتش السوبر الافريقي ان شاء الله، اعتقد على حسب بقى رؤيه الجهاز الفني مين ممكن ياخد ربع ساعه مين ممكن ما يشاركش دلوقتي. لو نفتكر جوميز اول ما جم مجموعه اللعيبه ال 10 11 لاعب اللي جم في يناير، لو نفتكر مش كلهم شفناهم مره واحده، يعني خدنا وقت كده شويه على ما مثلا شفنا زياد كمال، خدنا وقت شويه على ما شفنا احمد حمدي، خدنا وقت شويه على ما شفنا محمد عاطف، خدنا وقت شويه على معظم في بعض اللاعبين على ما تعرفنا عليهم وانسجموا في الفريق. فمن المنطقي برضو ان ممكن مش كل الصفقات تبان لنا في الاول مباراه السوبر الافريقي. صحيح انت عامل تدعيمات عشان المباراه دي احد الحاجات اللي انت عاملها، المباراه دي طبعا تهمنا كل حاجه، لكن برضو مهم ان الراجل يكون عنده حريه ومرونه يقدر يدخل اللعيب في الوقت المناسب عشان الفريق يشيله عشان ينسجم عشان الدور المطلوب منه، فمش عايزين نضغط قوي في الحته دي. ووفقا بقى للمعدلات البدنيه ووفقا لمدى انسجام اي لاعب من اللي انضموا اكيد هيبقى ليه دور ان شاء الله. بس اللي انا عايز اقوله ان وجودهم في حد ذاته ان معاك خمسه دماء جديده، بعضهم الحمد لله عنده سي في كويس او عنده خبرات دوليه او جزء منهم لسه شاب وعنده عنفوان كبير جدا جدا زي مثلا محمد حمدي من امبي ولا زي نضاي السنغالي لعيبه صغيره في السن، ولا عمر فرج لعيب طبعا دولي ومعروف، ولا كونراد البولندي لعيب برضه لعب في اكتر من رتم وعنده سرعات وعرف المنطقه العربيه شويه. فدي كلها اضافات ممكن تكون ان شاء الله يعني لو مشينا في الامور الطبيعيه والامور الطبيعيه ومستقره انا اعتقد ان شاء الله هيكون اضافه قويه وهيطوروا من اداء نادي الزمالك، يعني ان شاء الله يضيفوا للفريق لو مستر جوزيه جوميز عرف يستفيد منهم بشكل كويس وبشكل التوقيت المناسب باذن الله. وعايز اقول كمان حته الصفقات دي هي مش كده وخلاص، يعني مش خمسه جم فالامور انتهت، لا احنا عارفين ان لحد 25/10 قيد مفتوح المحلي، فده هيدي فرصه لاعضاء مجلس الاداره ان هم بقى عنصر السربعه والتسرع طبعا لان نتيجه تلاحم المواسم خلت كله بيجري وكله بيحاول يلحق، وعندك السوبر افريقي وعندك نشوف اللائحه مين هيقدر يلعب امتى، فكنت بتحاول ترمم وتلحق المشاكل اللي عماله تجيلك كل يوم الصبح، لان في مشاكل طبعا معظمها الحقيقه الناس اللي موجوده في الوقت الحالي معظمها مشاكل ما لهمش يد فيها، يعني اللي اي حد جه تولى المسؤوليه في الوقت الحالي هو بيحاول يعني يحل الامور المشاكل كلها، بيحاول كل يوم يرمم اي مشكله بتظهر له كل يوم 100 مليون ولا 200 مليون ولا الحق لعيب مثلا موقوف ولا لعيب اتعور
عارفين طبعا ان احنا جالنا الونش وعبد الشافي اصابه، فتوح كان حصل له مشكله ومعرفش يعني يبقى منتظم في التدريبات، فكل شويه بتصطدم بحاجات كتيره جدا جدا. فانت يا دوبك يعني شغال ايه، مطافي بتطفي الحرائق، لسه ما ارتحتش كده على الكرسي وعمال بقى تختار برواقه كده ويعني بغدده زي ما ممكن يعني انجاز الكلام. بس خلينا نتكلم حضراتكم لسه عن كمان موضوع الصفقات الفتره الجايه، لان لسه الامور دي شغالين عليها ان شاء الله مجلس اداره نادي الزمالك لحد 25 اكتوبر. بس خلينا ناخد على التليفون معايا طبعا احد نجوم نادي الزمالك السابقين ونجم المقاولين السابق ونجم منتخب مصر كابتن علاء كمال. علاء نورنا علاء يا حبيبي. كابتن ابو العلا ازيك عامل ايه؟ ازيك كابتن عامل ايه؟ حبيبي علاء كويس، انت عامل ايه؟ تمام كله زي الفل، وحشنا يا كابتن. وانت والله امورك تمام؟ كله زي الفل ربنا يخليك. علاء قول لي بقى، لو دخلت معاك في الفنيات على طول، انا عارف انت لعيب حريف يعني، قول لي علاء كده شفت الماتش اللي فات ازاي بشكل عام، وايه الحاجه اللي ممكن نبقى يعني حذرين منها المباراه اللي جايه ان شاء الله؟ طبعا في الاول نادي الزمالك الحمد لله ان هو فاز وانه قدر يرجع بنتيجه ايجابيه. طبعا المباراه بتبقى ماتشات افريقيا اللي بتبقى ماتشات صعبه شويه بالذات بره ملعبك. فنادي الزمالك اعتقد انه قدم مباراه جيده، خرج باللي هو عايزه وقدر يفوز. الماتشات دي يا كابتن ممكن تبقى اعداد لماتش السوبر، يعني مثلا الماتش الثاني هيبقى ماتش العوده، ونادي الزمالك برده ان شاء الله يعمل مباراه كبيره ويقدر يكسب ويكسب بالسكور كويس، يعني كاعداد لمباراه النادي الاهلي باذن الله في السوبر. فاعتقد ان نادي الزمالك المباراه اللي جايه محتاج ان هو ينزل من بدايه المباراه، يقدر يسجل من البدايه ويخلص الماتش من الاول، علشان يقدر كمان الراجل يقدر يجرب بعض اللعيبه اللي ممكن يستخدمهم في مباراه السوبر ان شاء الله. يعني ان شاء الله. علاء ايه اكتر حاجه عجبتك الماتش اللي فات واكتر حاجه ما عجبتكش؟ اكتر حاجه طبعا نادي الزمالك كان عنده اصرار على الفوز وان هو يطلع من هناك بنتيجه ايجابيه. دي من اكتر الحاجات اللي كانت مميزه في المباراه، وان ان هو كان دايما بيحاول يضغط وبيحاول يوصل للجول وبيحاول يطلع من المباراه بنتيجه ايجابيه. دي الحاجات اللي كانت باينه ان نادي الزمالك نازل عايز يكسب يعني. الحاجه اللي ما عجبتنيش ان نادي الزمالك كان فيه شويه بطء في رتم الاداء شويه في المباراه. ده محتاج ان، وده ممكن يكون بسبب ان اللعيبه كانت واخده اجازه بقالها فتره ولسه راجعه. فاعتقد ان الريتم محتاج يعلى شويه، لان مباراه السوبر هتبقى مباراه صعبه، فنادي الزمالك يقدر يعد نفسه في المباراه اللي جايه ان هو يقدر الراجل يحاول يعلي رتم المباراه شويه، يحاول ان اللعيبه تلعب بسرعه اكتر من كده، ويجرب عدد كبير من اللعيبه، علشان لو لا قدر الله حصل اصابات حصل اي حاجه، نادي الزمالك على طول بيعاني من الموضوع ده، وظروف الماتشات بتبقى صعبه، واغلب الاوقات بيبقى عنده لعيبه عندها اصابات وعنده سوء حظ غريب جدا في الماتشات بالذات قبل النادي الاهلي. فاتمنى ان شاء الله ان المباراه اللي جايه نادي الزمالك باذن الله يلعب بكره سريعه، يلعب كره هجوميه، يقدر يضغط من بدايه المباراه ويسجل اهداف حتى تديله ثقه في مباراه السوبر يعني. طيب لو كلمتك عن التشكيل، لو ليك اي ملاحظه على التشكيل، لان طبعا عارفين عمر جابر لعب باك شمال، محمد شحاته لعب باك يمين، الراجل مصمم على عبد الله السعيد جنب دونجا، قدامهم ناصر ماهر. فيعني احنا يمكن الفرقه دي تقريبا هي بنسبه 80 90% اللي الراجل كان معتمد عليها بشكل كبير بالزبط. في اخر في الماتشات اللي هي كانت حاسمه او لا قبل ما يدي اللعيبه راحات اجاز. اعتقد ان هو ده التشكيل اللي الراجل اعتقد مقتنع بيه ومش هيغيره من وجهه نظر، يعني ان هو مش هيغير التشكيل ده. اعتقد انه هيلعب بيه المباراه اللي جايه وهيلعب بيه مباراه النادي الاهلي، ما فيش تغييرات كتير طبعا بسبب فتوح ان هو برضه لسه راجل، ما اعتقدش ان الراجل هيقدر يجازف بيه لا المباراه اللي جايه ولا مباراه النادي الاهلي. اعتقد ان التشكيل ده هو الاقرب للموسمين الجايين يعني. تمام. طب بشكرك طبعا شكرا جزيلا، طبعا لاعب الزمالك السابق ونجم الزمالك السابق كمان. يمكن لو كان، طب لو عايز اخد رايك قبل اشكرك علاء على حاجه برضو، ماتش السوبر الافريقي قول لي شايف الماتش ده تحديدا ازاي؟ معلش انا اسف يعني ان لا طبعا كابتن معاك معاك. قول لي الماتش ده تحديدا حسبته انت عارف ضل الماتش ده طبعا بطوله قاريه، بطوله طبعاً بين قطبي الكره المصريه وقطبي الكره الافريقيه، فاهتمام جماهيري غير عادي يعني، في ضغوط محطوطه على الماتش ده كتير جدا جدا، صفقات جديده الناس مستنياها، ماتش بره مصر هتلعب في السعوديه، وطبعا عارفين ان التذاكر اتباعت في اقل من 24 ساعه، فواضح ان الاهتمام كبير قوي، ده كده يحط ضغوط على الجميع يعني أكيد. مش بس فنيه. فانت أكيد. شايف الماتش برده ازاي؟ كابتن المباراه طبعا بتاعت النادي الاهلي والزمالك دايما بتبقى لهاش حسابات، يعني المباريات دي ما بقاش لها حسابات وما تقدرش تتوقع مين اللي يفوز، ولكن ان شاء الله اتمنى ان نادي الزمالك معنوياته، انا احساسي ان نادي الزمالك معنوياته عاليه، احساسي ان عنده ثقه ممكن يخش بيها المباراه دي. النادي الاهلي برده لعب مباراه وفاز وعنده مباراه ثانيه في القاهره، فالفرقتين يعني معنوياتهم مرتفعه، يعني ما فيش حد فيهم داخل المباراه مثلا مهزوز او يعني المباراه 50 50 يعني. فاتمنى نادي الزمالك يبقى ان شاء الله يبقى المباراه دي يحاول على قد ما يقدر ان هو يفوز
يلعب على المكسب. لو اخد البطوله دي في بدايه موسم اعتقد انها تفرق معاه كابتن بقيه الموسم، يعني بتفرق لو انت بدات الموسم ببطوله كبيره زي دي، بطوله قاريه زي ما حضرتك بتقول، بطوله كبيره قدام النادي الاهلي، اعتقد ان ممكن تفرق معاك كتير جدا جدا الموسم كله. اتمنى ان نادي الزمالك يبقى حاطط عينه على المكسب، وان شاء الله باذن الله الفوز، ويبقى قريب باذن الله من نادي الزمالك في وجود الصفقات الجديده، ان شاء الله يبقى في دعم قوي منهم باذن الله يقدروا يادوا اللي عليهم، وان شاء الله نادي الزمالك يقدر يخرج من المباراه دي كسبان ويفوز ببطوله السوبر ان شاء الله. بص مفيش شك طبعا ان الماتشات اللي في بدايه الموسم دي بتدي دفعه قويه جدا وممكن تغير من شكل الموسم، يعني ده بشكل عام. لكن لو انا سالتك عن شكل مباراه الزمالك والاهلي لما تكون في بدايه موسم هتبقى عامله ازاي؟ لان انا برضو مش عارف ده احنا بدايه موسم ولا في نص موسم، لا ولا موسم ملحوم ببعض، فانا مش عارف حتى. بس خد بالك في لعيبه كتير كانت مريحه، فهي في عند معظم اللعيبه بدايه موسم. صح، في لعيبه كتير كانت مريحه، بس انا احساسي ان اللعيبه ما ريحتش يا كابتن، يعني احساسي ان اللعيبه بتاعت الفرقتين جوه الموسم عادي، يعني هو مجرد ان هم خدوا اجازه اسبوع ولا اسبوعين ولا يعني تحس ان هم ما بعدوش خالص عن الملعب يعني، فاللعيبه جوه رجليهم جوه الملعب والفورمه موجوده مش بعيده، فممكن يكون بس في بعض اللعيبه اللي بعيده هي اللي ممكن تحس بفرق شويه في اللعب، لكن اعتقد ان الفرقتين ما بيعدوش خالص عن الاداء بتاع الموسم اللي فات، فممكن يبقى المباراه تبقى فيها سرعه وفيها حماس وفيها يعني لعب كره حلو، خصوصا ان هم الفرقتين ما ريحوش، فتحس ان ده تكمله الموسم عادي، احنا ما اعتقدش ان دي بدايه الموسم، يعني ما ياثرش فنيا على ما اعتقدش ان هو ياثر فنيا، يعني شكل الفرقتين فحتى المباراتين اللي لعبوهم لا شكلهم كويس مش بعيد، يعني ماتشات بدايه الموسم حضرتك طبعا لعيب كبير وعارف ان هي بتبقى لا بيبقى اللعيبه تبقى لسه رجليها مش شايلاها، بيبقى عايز يجيب لسه نفس الماتشات، لا اعتقد ان الفرقتين داخلين الموسم من بدري لان هم فتره الراحه ما كانتش بعيده يعني. طيب لو سالتك عن الصفقات ولو تقولي رايك فيهم سريعا. صفقات نادي الزمالك؟ اه طبعا صفقات نادي الزمالك صفقات مهمه جدا، نادي الزمالك اخيرا الحمد لله قدر يجيب لعيبه بسبب ان القيد اتفتح اخيرا الحمد لله، والموسم ده باذن الله اللعيبه اللي جت لا اعتقد ان الصفقات قويه، في انتظار كمان يا كابتن صح في صفقات ثانيه المفروض ان هي تدخل نادي الزمالك، اعتقد ان الصفقات اللي جت ان شاء الله هتبقى اضافه وهتبان اكتر يا كابتن في ماتش السوبر، يعني يعني بعيد عن مباراه افريقيا اللي فاتت والمباراه اللي جايه، اعتقد ان هم في ماتش السوبر هيبانوا اكتر، لان بيلعبوا برده منافس قوي منافس كبير، مباراه هتبقى مفتوحه فيها لعب فيها ملعب كويس، اعتقد ان الاجواء دي هتدي دفعه شويه للعيبه الجديده ان هي تلعب وتبان بشكل افضل من ماتشات افريقيا، ماتشات افريقيا حضرتك عارف الجو والملعب وطبيعه الجو والحراره فممكن ده يكون مؤثر شويه، لكن ماتش السوبر ماتش كبير، ماتش في ملعب حلو جدا، اللعيبه المميزه بتحب تلعب الاجواء دي او بتحب تلعب في الاجواء دي في ماتشات زي النادي الاهلي او الفرق الكبيره، في بطوله كبيره بينتظرها ان شاء الله باذن الله جماهير نادي الزمالك ان شاء الله يبداوا بيها موسم مهم، هيبقى ان شاء الله موسم كبير ومفضل بامر الله ان شاء الله نادي الزمالك بعد البطوله باذن الله. طب علاء بقول لك ايه؟ ساعات طبعا يمكن جوميز في لما جاله الصفقات في يناير لان هو كان كمان جديد على الفرقه، قول الموضوع دلوقتي موقف مختلف، فنقول ان هو ما دخلش اللعيبه الجداد مره واحده، فهل تتخيل ان ممكن مين يحتاج لهم من الصفقات الجديده ممكن يبقى ليه دور فعلا من البدايه، ممكن يبقى اقرب واحد منهم يشارك في ماتش السوبر اللي جاي، ولا ممكن الراجل ما يستعجلش قوي؟ لا ما اعتقدش يا كابتن ان هو هيستعجل برضه على اللعيبه الجديده، يعني ممكن يبدا بنفس تشكيلته القديمه اللي هو بيلعب بيها ومتعود عليها، وممكن اللعيبه دي تبقى اضافه جوه الماتش، يعني يحتاجهم جوه المباراه مش هيبدا بيهم المباراه، والمباراه اللي جايه يا كابتن هتبين اكتر اذا كان الراجل في الصفقات الجديده هيدي فرصه اكبر ان ممكن واحد فيهم يبتدي المباراه مثلا بتاعت النادي الاهلي، ولا برضه هيبدا بنفس التشكيله، هيبان الماتش الجاي الماتش العوده في افريقيا. لا ماتش العوده في افريقيا لسه ما ينفعش يشاركوا هم، لان القيد الافريقي يحق لهم ان هم يلعبوا بس في ماتش السوبر الافريقي. صح دور المجموعات صح. فانت غصب عنك محكوم ان هو ماتش السوبر الافريقي هيكون اول مباراه ظهور ليهم، فتفتكر الراجل هيعتمد ولا مش هيعتمد عليهم؟ لا ما اعتقدش ان هو هيعتمد عليهم من بدايه الماتش، هيلعب بنفس اللعيبه القديمه او الاساسيه اللي هو بيعتمد عليها، واللعيبه دي ممكن تشارك جوه المباراه على حسب سير الماتش يعني. طب انت بخبرتك كده شايف مين ممكن ان شاء الله يعني ينور باذن الله من المجموعه الجديده؟ اتمنى ان شاء الله يا رب كلهم يعني يكونوا موفقين وينسجموا سريعا، لان ساعات عنصر الانسجام ده عليها بياخد وقت نفسيا وذهنيا وفنيا، على فكره ساعات مش كل لعيبه تقدر تنسجم في شهر ولا هو الراجل شهرين. الراجل يا كابتن لو الراجل طبعا لو يعني لو شارك في لعيب شارك مثلا، انا عايز برضه اتكلم في موضوع ان هو يبدا من بدايه المباراه دي، لو شارك من البدايه كابتن ما كانش كويس دي مش حاجه كويسه، انت ممكن تحرق لعيب. تحرقه، برافو عليك. بالظبط، انك تحرق لعيب انك تبداه ماتش كبير زي ده يبقى مش موفق، تفضل طول الموسم بتدور عليه، يعني اعتقد ان الراجل ممكن يبدا بالتشكيله دي، وممكن بقى اللعيبه الجديده يعني انا مش قادر طبعا احكم على الصفقات لسه لان ما شفتهمش في الملعب،
بس يعني ممكن مثلا اللعيب السياكس مو كده صح كده يا كابتن؟ اه محمود بن تاج وفي عمر فرج وكونراد ومحمد حمدي. طبعا احنا عارفين محمد حمدي من محمد ام حمدي شفناه طبعا كتير. طبعا ونضاي اللاعب السنغالي ده صغير في السن اعتقد برضه. محمد حمدي يا كابتن ممكن يبقى ليه دور كبير على فكره. يعني ممكن لو بدا محمد حمدي او لاعب او اداله جزء من ماتش النادي الاهلي ممكن بالذات طبعا ان ممكن يبقى فتوح بعيد. فاعتقد ان ممكن محمد حمدي يبقى ليه دور في مباراه نادي الاهلي وعمر جامع يبقى في الباك رايت ويستفيد بشحاته في نص الملعب. طيب فممكن دي تبقى يعني الحته المهمه او الحته اللي نادي الزمالك مفتقدها دلوقتي في الوقت الحالي. نعم تمام. طيب مشكورة طبعا، شكرا جزيلا علاء كمال طبعا نجم نادي الزمالك السابق، كل الشكر ليك علاء. يمكن كنت بكلم حضراتكم عن الصفقات الجديده، يمكن سمعنا طبعا اكتر من راي وبنتكلم دايما كل يوم صفقات جديده صفقات جديده وتدعيمات. انا ما بحبش اسمي كلمه صفقات قوي دي، هنسميها التدعيمات دايما يعني نعود ودن عليها. ان شاء الله يعني باذن الله يكونوا موفقين واتخذ بالاسباب، جبت بعض المراكز اللي انت محتاجها، ما دفعتش فلوس مبالغ فيها قوي رغم ان انت ظروفك كانت صعبه جدا جدا وبتحاول تسبق الاحداث غصب عنك نتيجه عنصر ضيق الوقت، الموسم متلاحم، عندك ماتش مهم في السوبر الافريقي، بتحاول تدعم بكل الطرق. طيب بتحاول تلحق القيد الافريقي قبل ما يقفل، فيا دوبك عرفت تقيد 5 لعيبه، شيء ايجابي بشكل عام. طيب جه كمان لسه القيد المحلي قدامنا لسه فرصة فيه كبيرة، لسه قدامنا تقريبا شهر ما كانش أكتر كمان، فرصة إن تشتري بقى على هداوة شوية، تبدأ كمان ممكن يبان لك في الأسبوع 10 أيام اللي جايين أنت محتاج إيه بالظبط، لو بعض اللعيبة شاركت، لو شفت بعض الصفقات محتاجة إعادة النظر، فلسه قدامنا فرصة إن إحنا نفكر بهدوء. الفترات اللي فاتت كلها كان غصب عنك رتم التفكير لازم يكون سريع لأن الأحداث زي ما قلت لكم كانت اسرع مننا في توقيتات كتير جدا، فالمسؤول في الوقت الحالي دايما بيحاول يطفي الحريقه. تركه صعبه جدا، وقف القيد كل شويه بتصحى الصبح عليه، مئات الملايين بتدفع، انا عرفت ان مدفوع اكتر من مليار و200 جنيه 200000 جنيه لا 200 مليون مليار و200 مليون ارقام الواحد مش عارف يقولها، مليار و200 مليون لحد دلوقتي في حوالي 8 9 شهور، والله يمكن 70 80% منهم في اللا شيء، عباره عن فك مشاكل لسه ما حطيتش حجر اساس لبناء. فطبعا موضوع صعب جدا جدا، وادعو كل من ممكن يكون يعني مش شايف الرؤيه كويس قوي او بيهاجم في وقت من الاوقات، انا عايز اقول الحقيقه كلمه بمنتهى الامانه، يعني انا شايف وحرام ان انا الوم واعاتب بشكل كبير اللي جاي يدفع ويحل مشاكل وبيخليني انسى سبب المشاكل دي ايه؟ اكن المشاكل دي وقعت علينا بباراشوت كده، صحينا الصبح اجباري ان احنا نكون موجودين فيها وندفعها، النادي الزمالك لازم يكون مديون ب 2 مليار جنيه تقريبا. فاي حد منطقي لازم يقول لا بالعكس، انا بدعم وبشكر اي حد جاي يحل مشكله، جاي يدفع، جاي يشيل من علينا كلمه وقف القيد، جاي يغير صوره ذهنيه للجميع، جاي يغير موقفنا مع الاتحاد الدولي والمحكمة الرياضية، جاي يعيد الثقة تاني في اللعيبة انها تيجي نادي الزمالك، جاي يبني بشكل حقيقي، جاي ما يدفعش فلوس بأرقام مبالغ فيها في صفقات كانت مشبوهة، وجاي ما يدفعش فلوس في سمسرة ملهاش داعي وملهاش لازمة، وجاي ما يدفعش فلوس يصل لإهدار المال العام في فلوس كنا بنشوفها دايما متأخرة وتراكمت علينا سنين طويلة ومدخلنا في قضايا لا تنتهي. فعايزين واحنا بنفكر لازم نشكر اللي بيدفع وبيحل. مش منطقي ان انا هاجم زياده عن اللزوم اللي بيدفع وبيحل وسايب اللي اذاني او اللي خلاني هتحطني في الورطه دي. فانا بس حبيت ان انا يعني اذكر حضراتكم واذكر نفسي بان احنا وضعنا ما كانش سهل، كل يوم ما بنشتغلش واحنا قاعدين يعني متبغددين ولا قاعدين في التكييف ولا قاعدين مرتاحين، ده انت قاعد بتشوك كل شويه، بتصحى الصبح على مشاكل لا حصر لها، سواء مشاكل في القطاع الاداري جوه النادي ولا القطاع التنظيمي ولا الهيكلي ولا حتى المحكمه الدوليه، وكمان عايز تدعم بقى في كل فرق النادي. فلازم نبقى يعني ايه عندنا رشد ونكون منطقيين واحنا بنحاول نعالج امورنا. ده مش معناه ان انا بقول ان يعني مش هنعالج الامور، لا بالعكس، هم تحملوا المسؤوليه المجلس الحالي و كانوا عارفين ان هم مجموعه سموا نفسهم كوماندوز جايين يحلوا المشاكل ومتصدرين ليها، طبعا ده شيء يحسب ليهم، لكن احنا كمان لازم واحنا بنقيم نقيم الصوره كامله علشان ما نسخنش زياده عن اللزوم او حد يوجهنا او يزقنا او يسخننا على ان يخليني ان انا اهاجم زياده عن اللزوم اللي بيحل لي وناسي اللي ورطني. دي نقطه في غايه الاهميه، زي ما قلت لكم ان شاء الله الوقت اللي جاي
كاف ان احنا ممكن كمان لسه في تدعيمات كتيره باذن الله. انا عارف ان بيتحركوا المجلس الحالي وفي كلام كتيره عن اكتر من لاعب الفتره الجايه، لان احنا يمكن القدر الافريقي هو اللي كان زنقنا الفتره اللي فاتت، لكن لسه عندنا دوري وعندنا كاس وعندنا لسه ماتشات تانية الفتره اللي جايه. ففكره التحرك في مساله التدعيمات مازال مفتوح الى الان، ومازال على راس اولويات تفكير المسؤولين في نادي الزمالك حتى الان. فاذا صفقات الزمالك باذن الله لن تنتهي الى الان. لو كلمت حضراتكم عن ماتش العوده الكيني باذن الله، ماتش لازم يكون فيه حذر، ماتش انا شايف ان احنا لازم نستغله بقى بشكل مميز جدا، طبعا خساره ان مش هيبقى فيه حضور جماهيري نظرا للايقاف الموجود على نادي الزمالك طبعا من اخر مباراه في الكونفدراليه. عندنا عقوبه 200,000 دولار وحرمان من الجماهير ماتشين تقريبا، هو المفروض اربعه لكن اثنين منهم مع ايقاف التنفيذ، فبيبقى يعني حظنا برضو او يعني نتيجه عدم النظام الفترات اللي فاتت خلينا حتى ما خرجناش من وجهه نظر الفيفا بالشكل الامثل من حيث التنظيم، لكن ده برضو محتاج شغل على القطاع التنظيمي، وده برضو ليه علاقه بتراكمات قديمه، لازم يكون في اقسام خاصه بكل شيء، لكن لما تكون الامور سايحه ومفيش اقسام محدده لكل مهمه دي ساعات بتخلي الامور مش متنظمه، وده للاسف اللي نادي الزمالك وقع فيه، لان ده نتيجه تراكمات سنين طويله. فاعاده البناء محتاج وقت ومحتاج هدوء، وزي ما قلت لكم انا بيصعب عليا مثلا ان الملايين بتطرقع على الفاضي في اللاشيء، كان الملايين دي انا اولى بيها ان ابني بيها كل الاقسام اللي مشكله اللي عندها قصور جوه نادي الزمالك تنظيميا وهيكليا واداريا. اتمنى يعني الكلام ده يكون على راس برضه اولويات الناس اللي موجوده في الوقت الحالي كمسؤولين طبعا مجلس الاداره الحالي، لان الحقيقه هم عندهم في راسهم 100,000 مشكله بيصحوا عليها كل يوم. حاجات بسيطة وعناصر بسيطة مكملة غصبا عننا مهمة جدا، بس افتقدناها نتيجة الترهل الفترات اللي فاتت، تطلع لنا بقى في صورة أوضة لبس، تطلع لنا في صورة جودة الملاعب، تطلع لنا في صورة تأخر مش عارف في ايه، تطلع لنا في صورة عدم تنظيم بالشكل الأمثل، تطلع لنا في صورة مش عارف وقف قيد كل شوية نتيجة يعني المشاكل اللي كان مكتومة عليها أو كانت تلبس طاقية الضل ده، غصبا عنك هتتفجر فيك في يوم من الأيام وهتفرقع في وشك في يوم من الأيام، وده هو اللي بيحصل في الوقت الحالي. لكن شتان الفارق ما بين حد مصمم يواجه ويحل مشاكل من جذورها حقيقة، وشتان الفارق ما بين حد كان عمال يصدر المشاكل وعمال يأزم في المشاكل ويعقدها. فأرجو استيعاب الفارق، لأن ده نقطة مهمة جدا جدا جدا، الإدراك ويعرفنا الصورة الحقيقية، خلينا نعرف هل الناس دي بتفكر بشكل كويس ولا هل الناس دي انتجت ولا هل المجموعه اللي في الوقت الحالي دفعت فلوس ولا لا. فمن باب اولى ان انا ما هاجمش اللي جاي يحل ويدفع واسيب اللي ورطني والامور تفضل مستخبيه. كمان كنت عايز اكلم حضراتكم عن زي ما قلت لكم ماتش العوده باذن الله ان شاء الله نتعامل معاه بشكل مناسب، واهم حاجه ما يدخلش فينا هدف بامر الله، ويكون بروفا جيده لمباراه السوبر الافريقي. انت عندنا الجمعه اللي جايه خلاص مباراه الساعه 8 مساء، مباراه الكونفدراليه مع الشرطه الكيني، بعديها الجمعه اللي بعديها على طول ماتش الزمالك والاهلي في السوبر الافريقي. فهنا انت بتتكلم في وقت قليل، بتتكلم في بروفا حقيقيه، استغلال ملعبك هنا بقى الجو بتاعك، جمهور الزمالك محتاج يشوف عرض اقوى شويه، محتاج ما تدخلش فيك هدف. كان برضو من الحاجات اللي كانت مضايقانا الموسم اللي فات ان كان معدل الاهداف اكتر شويه، فدي برضو نقطه محتاجين ان احنا نشتغل عليها من البدايه كده، ان احنا اولويه طبعا ماتش افريقي عشان الهدف الاعتباري ممكن يبقى بجونين، اولويه اللي ما تدخلش فينا اهداف في المباراه اللي جايه، لكن ده يدربنا على حاجات ثانيه مهمه للقاء اللي بعديه، وعشان نبدا بقى المنظومة الدفاعية عندنا كانت محتاجة تتعدل، وده اللي شفناه من الموسم اللي فات. عايز أكلم حضراتكم طبعا عن عودة فتوح والنهاردة مشاركته في التدريبات. الحقيقة يمكن عندي معلومة أن جوزيه جوميز أصر أن أحمد فتوح يشارك في التدريب، علشان ده من وجهة نظر طبعا الراجل، وأنا الحقيقة بتفق معاه أن ده ليه علاقة بالدعم النفسي والدعم المعنوي اللي بيلقاه من طبعا الجهاز الفني وزمايله، ده مبدئيا، لكن طبعا أكيد بالتنسيق وموافقه مجلس اداره نادي الزمالك. فاذا هنا كل من يعني عمال يسخن في اتجاه نادي الزمالك ومجلس ادارته اصل ولا النادي مش واقف جنب اللاعب، الحقيقه ده كلام لا يمت الحقيقه بصله، بدليل لو نفتكر يمكن تكوين وفد من نادي الزمالك وقدم واجب العزاء في اسره المتوفي اللي بنكرر تاني بنقول طبعا البقاء لله، وفي في طبعا
في يعني في الفقيد وكل شيء، وفي الاخر طبعا كل شيء طبعا عارفين ان هو يعني قضاء وقدر، ده والامور لسه ماشيه في مجراها بشكل عام القانوني والاجرائي، ده كلام كله كلنا بنحترمه وبنقدره، لكن في الاخر نادي الزمالك بيحاول يحل الموقف، بيحاول يتواصل مع اسره المتوفي. كمان نادي الزمالك ليه دور تاني مع احد اللاعبين طبعا اللي على ذمته الى الان، وراجل كلاعب محترف بيتعامل معاه وفقا طبعا بشكل يعني منطقي وبشكل قانوني، بشكل قانوني تام جدا. فحتى وقفت نادي الزمالك جنب فتوح يعني اكبر دليل ان قيده في القائمه الافريقيه، فكره ان هو استيل لاعب في نادي الزمالك، عنده محنته، ربنا يفك كربه. كلنا الحقيقه ممكن نبقى في كرب في اي وقت وفي اي لحظه، مفيش حد كبير على اي كرب موجود طبعا، يعني يا رب يعافينا جميعا. ودايما مهم ان الواحد يدعي لاي حد ان ربنا يفك كربه، لكن في الاخر هو عنده اجراءات قانونيه ماشي فيها، نادي الزمالك في ظهره في الاجراءات القانونيه. اهم شيء في المشهد في الوقت الحالي هو فكرة الدية والتعامل مع الاعتذار مع أسرة المتوفي، دي كلها حقيقة نقاط في غاية الأهمية، دي يمكن أهم نقطة في الوقت الحالي. يبدأ بقى الإجراءات اللي هي التانية الطبيعية اللي هي مسألة العيشة، ما في الآخر الحياة ماشية بتستمر، فالتعامل مع فتوح قانونا، فالراجل موجود وخرج، هو خلاص دلوقتي عنده مدى طبيعي إنه يعيش حياته طبيعية، لكن في نفس الوقت الإجراءات القانونية ماشية، وهيبقى متابع مع المحكمة ومتابع طبعا مع المحامي، والأمور كلها ماشية بشكل طبيعي. لكن هو على ذمة نادي الزمالك، هو مقيد في نادي الزمالك، هو مقيد في أفريقيا، فمن حقه أنه يعيش حياة طبيعية، ومن حقه كمان كل الجميع أنه يبقى فيه لو فيه حق جنائي حق قضائي، ده موضوع تاني. لكن في الآخر مطالب نادي الزمالك انه يقف جنب اللعيب، وده الحقيقه اللي حصل بالفعل. النهارده فتوح كان موجود في التدريب، وباصرار من جوميز انه يكون موجود في التدريب، ده اكبر دعم نفسي ومعنوي لفتوح علشان يساعدوه في انه يخرج من اللي هو فيه، وكمان يساعدوه عشان يقدر يعيش حياته، ان هو يقدر يحل اموره مع اسره المتوفي زي ما قلت لحضراتكم. مساله بقى يلعب ما يلعبش دي مساله اصلا يمكن تكون مش موجوده دلوقتي في ذهن سواء المسؤولين في الوقت الحالي او سواء حتى جوزيه جوميز، بس انت بتعامله ان هو ستيل لاعب كره قدم، دي شغلته. فراجل كان عنده مشكله قضائيه راح شغلته بعد ما خلص مشكلته القضائيه ولسه ممتده، لكن راح شغله، سواء بقى محامي سواء موظف سواء صحفي سواء دكتور، في الاخر الملف الاجرائي او القضائي موجود، لكن في الاخر بتمارس عملك اللي بتاكل منه عيش يعني. فبتتعامل معاه بشكل احترافي، وبتتعامل معاه بشكل طبيعي جدا لاي مؤسسه في الدنيا، ومفيش حد فوق القانون، مش هنتخطى اي شيء، ده امور كلها طبيعيه تنظيميه عشان الامور برضو محدش يتاجر بيها. لان انا الحقيقه صعبان عليا يعني، انا الحقيقه مش قادر اصدق برضو، صعبان عليا ان البعض المرضى الحقيقه اللي مش قادر اسمي اسم تاني غير مرضى، فكره ان المتاجره باي شيء، متاجره باي شيء ضد نادي الزمالك، متاجره باي شيء وفي اي وقت وعلى اي قضيه وعلى اي موضوع يكون في جمله نادي الزمالك، موضوع الحقيقه يعني غير اخلاقي، غير ادمي، غير امين. فانا دي صفات لا اقدر اقولها يمكن في الوقت الحالي. فانا عايز اقول ايه، يعني في 100,000 دليل يثبت ان نادي الزمالك واقف في ظهر اللعيب بتاعه، سواء احمد فتوح، علي مين، مش قضيتنا. نادي الزمالك بيتعامل مع كل لعيبته وكل من هو متعاقد معاهم وكل اولاده بشكل واحد، كلهم بشكل طبيعي في اطار الاجراءات القضائيه القانونيه الطبيعيه. فالمتاجره لازم نبقى واخدين بالنا ان ساعات بيبقى الغرض منها التفتيت، الغرض منها التشكيك، الغرض منها مش مثالي الحقيقه، الغرض منها هي بس فكره الضرب في الكلوب، يعني زي ما بيقولوا ان انت تضرب بس ايه في الكلوب. فانا شايف ان دي محتاجين ناخد بالنا منها، مساله لعب فتوح او عدم لعبه دي مش القضيه دلوقتي خالص، انت بتتعامل مع شخص، مع بني ادم في كرب كبير، ربنا يا رب يفك كربه، انت بتدعمه بتحاول تساعده في الاطار الطبيعي، والاولويه اكيد لاسره المتوفي، دايما بقول تاني وحط تحتيها 100 خط، دي الاولويه القصوى لينا كلنا، حتى يمكن فتوح في عز ازمته كان نادي الزمالك موجود في بيت اسره المتوفي، فدي برضو كلنا ناخد بالنا منها، ان نادي الزمالك مش هيأثر، واي فرصه هتبقى موجوده في الاتجاه ده كلنا الحقيقه بندعم فيها، لان هي دي الاولويه القصوى في الوقت الحالي. فيا رب يفك كرب فتوح، و
الامور ماشيه بشكل تدريجي لحد ما نشوف الايام الجايه فيها ايه ان شاء الله. يمكن دي كل الكلام اللي انا كنت حابب اتكلم فيه مع حضراتكم قبل ما اطلع لفاصل، وبعد الفاصل خلينا اكمل اخبار مع حضراتكم، استنونا. نرجع لحضراتكم تاني، خليني ابدا مع حضراتكم الاخبار بوصول طاقم التحكيم اللي هيدير مباراه الزمالك والشرطه الكيني في اياب دور 32 ببطوله الكونفدراليه. ان شاء الله بكره هيوصل الطاقم التحكيم، وخليني اقول لكم طاقم التحكيم هيكون مكون من النبيبي موتشيسيان بابا نيجونون وحكم للساحة، وهيعاونوا الجنوب أفريقي كليدون بلوي والنميبي ماثيو كانيانجا، دول اتنين مساعدين، وهيكون معاه النميبي ويليام ليتوكوفا، ده هيكون حكم رابع. والكاف اختار كمان الجيبوتي محمد مؤمن علي مراقبا عاما على المباراة، وهيراقب الحكام ماندي جون فرانك، ده من جامبيا. ان شاء الله هيوصلوا بكرة لإدارة مباراة الزمالك مع الشرطة الكيني. كمان طبعا الفلسطيني عمر فرج، كنا عارفين ان عمر جه ومضى وبعد كده خد اربع ايام كده بالتنسيق مع مجلس اداره نادي الزمالك، طبعا لاعب الفلسطيني الدولي، وكان خد يعني اجازه يحضر فيها اموره لان عارفين ان هو مش هيلعب في دور ال 32 في الكونفدراليه، وكمان كان الفريق مسافر كينيا، فكانت فرصه ان اول تدريب النهارده بعد الاجازه اللي كانت موجوده امبارح، ان اول ظهور لعمر فرج في التدريب، ودي صور لعمر فرج اثناء تدريب النهارده وبعد اعلان النادي انضمامه بشكل رسمي في الايام اللي فاتت. كلنا عارفين ان عمر فرج جاي من اياكس السويدي وماضي اربع مواسم مع نادي الزمالك، تدعيم طبعا صفوف، عمر لعيب فلسطيني دولي عنده خبرات جيده، سنه مناسب، اول تدريب ليه النهارده، بنتمنى له يا رب كل التوفيق في الفتره اللي جايه وينسجم سريعا باذن الله مع نادي الزمالك. كمان النهاردة برضو البولندي كونراد مشلاك لاعب طبعا الفريق لو بنادي الزمالك كمان بينضم للمران الأول مع زملائه النهاردة التلات برضو بعد طبعا أجازة، وبعد ما الفريق جه من كينيا، ومشلاك جه من نادي أحد السعودي على سبيل الإعارة لمدة موسم، والحمد لله شارك في التدريبات كلها النهاردة برضو زي عمر فرج، سواء تدريبات تأهيلية بدنية خططية مع زمايله بشكل طبيعي، وان شاء الله يمكن في امال كبيره جدا على عمر فرج وعلى كونراد مشلاك باذن الله. ويمكن الحقيقه يمكن مشلاك وجوده في المنطقه العربيه وفي السعوديه وارقامه تبشر بالخير باذن الله، انت في الاخر بتاخد بالاسباب وبتعمل اللي عليك، لكن مساله الانسجام بقى والتوفيق دي بتبقى بتاعت ربنا ومدى اجتهاد اللاعب. لكن كمان زي ما بنتكلم على بعض التفاصيل ليها علاقه بمشلاك، خلينا نشوف فيديو عن كونراد مشلاك وعن اختياراته بشكل عام للنجوم المفضلين، ونرجع لحضراتكم تاني. رونالدو، ليفربول، ميسي، مين، امبابي، نيمار، ليفاندوفسكي، انيستا. رونالدو، ليفربول، ميسي، مين، امبابي، كيل، نيمار، ليفاندوفسكي، فوتبول اي كيو، انيستا. كان مشلاك مختار منتخب العالم في اختياراته. ان شاء الله يا رب يكون يعني موفق مع نادي الزمالك، وده كان فيديو كده قصير عن تفكيره وعن يعني افضل اللاعبين عنده، سواء قدم يسرى سرعات دي كلها حاجات يعني نشوف اللعيبه بتفكر ازاي، والمتابعه اكيد بيفرق طبعا طموح من لاعب والتاني، لكن اتمنى يا رب يعني منتخب العالم وكوكتيل العالم اللي هو قال لنا عليه ده يكون يعني ايه كمان موجود على ارض الملعب ولو ربعه حتى ان شاء الله مشلاك، وتكون موفق باذن الله كونراد، ويعني تنسجم سريعا. انا بيفرق معايا جدا فكره الانسجام السريع دي، لان انا عارف ان
ساعات بعض اللعيبه نفسيا بتاخد وقت، بعض اللعيبه ذهنيا ممكن تاخد وقت، خططيا بقى ده جانب بقى فني، ده قصه ثانيه، حسب المدير الفني لعبه فين، حسب الوزنه اللي موجوده مع الدويتو اللي موجود جنبه، سواء بيلعب باك وراه سواء ديفندر بيلعب جنبه. انا عارف كده في حاجات بعض التفاصيل الفنيه بتفرق على ما اللاعب يدخل ويطلع افضل ما عنده. ممكن لعيب مؤدي ما يبانش في الاول، ما لسه ما توظفش صح. فانا الوزنه الفنيه دي ساعات بيبقى فيها عنصر توفيق، عنصر ان المدير الفني يبقى طابخ الطبخه بشكل جيد، لكن الولد الحقيقه ارقامه كويسه والسي في بتاعه كويس. مش متعودين احنا على اللعيبه الريتم الاوروبي اللي نجحت هنا مثلا في مصر، فده برده ممكن يكون مفاجاه لينا جميعا، لانه لعب في المنطقه العربيه، لعب في احد السعودي. فاتمنى ان شاء الله انه يكرر تجربه نجاح. او كمان هنا طبعا انت عندك قاعده جماهيريه كبيره مع نادي الزمالك، فهنا كمان في عوامل كبيره تساعده انه يكون يعني فرقع او يعني ينور زي ما بيقولوا. هو اكيد ادرك ده لما انا عرفت كمان ان هو اتفاجئ ان جماهير كثيره بعتوا له في حاله من حالات الاهتمام، حس انه عليه سبوت. اكيد طبعا اي لعيب هيلعب في نادي الزمالك بالجماهيريه الكبيره، وصوله مصر جماهيريه كبيره جدا افريقيه وعربيه، فخاصه هو في المنطقه الاوروبيه، فممكن يكون مش مدرك قوي. اكيد طبعا اتعرف الفتره اللي فاتت وتابع يعني قيمه وحجم نادي الزمالك، لكن في الاخر هي نقله كبيره، في الاخر محتاجه توازن، محتاجه ان انا اكون كلاعب ان انا اقدر اتخطى المرحله دي واحاول اتخطاها سريعا وانسجم سريعا. ارجو ان شاء الله عقليته الاوروبيه ونجاحه بره منطقه اوروبا دي ان شاء الله تنعكس على ادائه مع نادي الزمالك يا رب ان شاء الله الفتره اللي جايه. كمان الحمد لله محمد شحاته اطمنا عليك، كنا عارفين ان شحاته في الدقائق الاخيره ماتش الشرطه الكيني هناك كان تعرض كده لشد في السمانه، زي ما تقولوا نقص الاكسجين بدايه موسم، رغم ان شحاته حقيقه ما نسموهش في بدايه موسم، شحاته نقدر نسميه داخل في الاجهاد، لانه منتخب اولمبي، منتخب اول، تدريبات كتيره، ما خدش اجازه كبيره، لكن الحمد لله وسنه صغير، ففي السن الصغير ده شويه انت ممكن تدوس على اللعيب شويه، لكن في الاخر برضه بتبقى موضوع ريسك شويه او في مغامره ومخاطره. فشحاته حس بشويه في شد في السمانه في اخر الدقائق هناك في ملعب الشرطه الكيني، لان زي ما تقولوا الاكسجين والارتفاعات والرطوبه دي بتفرق شويه. المباراه كانت 4 العصر، ومركزه كمان الباك رايت اللي كان بيلعب فيه ده برضو معدلات الجري فيه كبيره، هو الديفندر. ولما تكون انت كمان ما بتلعبش في المركز الطبيعي بتاعك ده برضو ممكن ياخد من ذهنك شويه ويشدك عصبيا، فده بيدخلك في اجهاد ممكن اسرع شويه مع الظروف الجويه زي ما قلت لكم. لكن بفضل الله دكتور محمد اسامه طمنا على جاهزيه محمد شحاته لمباراه العوده بامر الله، وبيستعد بشكل كبير جدا، ودخل في التدريب النهارده في كل فقرات التدريب سواء التسخين والشغل البدني والتاهيل والامور الفنيه كمان مع جوزيه جوميز ومع فرقته بشكل عام. برضه بتبقى فرصه كويسه ان كل لعيبه تكون مستعده. وشحاته الحقيقه اثبت لنا الفتره اللي فاتت ان هو لعيب مهم ونضج بشكل كبير جدا، ووجوده في نادي الزمالك عدى بيه الحقيقه مراحل سريعه. يعني كان شحاته يمكن ما كانش عليه النظر فتره كبيره جدا، وفجاه خطوات ثابته وجمهور بيثق فيه وجوزيه جوميز بيثق فيه في اكتر من مركز. يعني شحاته ده نقدر نوصفه زي عمر جابر كده من لعيبه الجواكر، تقدر تلعبه ديفندر باك رايت، وعلى فكره شحاته ده لو حطيته باك ليفت كمان زي عمر جابر هيقدر يشتغل تحت الفيرود، هيعرف يشتغل اي مكان في جري ومعدلات جري كبيره. اللعيبه الجواكر دي دايما بيبقى ليها طابع خاص، واي مدير فني بيفرح لما يكون عنده 2-3 لعيبه جوه الفرقه بتاعته يقدر يوظفه في اكتر من مكان، لان ده حلال عقد. فيعني ان شاء الله ربنا يحميك شحاته، والتطور اللي احنا شفناه الفتره اللي فاتت يفضل موجود، وتحافظ على مستواك السنه دي، لان انت كسبت ثقه جماهير نادي الزمالك والمدير الفني بتاع نادي الزمالك، فده يحملك مسؤوليه كبيره تلعب بقى في اي مركز انت قدها بامر الله. وده ما يخلش على فكره من ممكن في اي وقت اثناء اللقاء تلاقي شحاته بتعدل مركزه لواجبات اضافيه، واجبات مركبه، يعني شحاته لعيب باك رايت كده بس مش بنمط عادي، ممكن تدخله في نص الملعب في اوقات في المباراه، ممكن تعمل تعديله جوه المباراه وتغير بعض اللعيبه مراكزها. فتنقل شحاته لو عايز تقفل في نص الملعب، فمكسب كبير، ووجوده اكيد مكسب كبير لنادي الزمالك. كمان كان في تدريبات قويه لرباعي حراسه المرمى في نادي الزمالك مع لويس فيسنتي النهارده، التدريبات استعدادا طبعا لماتش العوده، وكويس ان كل اللعيبه مركزه، فده برضو مهم. وجود محمد عواد مع محمد صبحي مع محمود الشناوي اللي شفناه الفتره اللي فاتت، مع عمر
عبد العزيز مجموعه تدريبات النهارده التاهيليه، وكان في جزء فني، وكان في كلام كتير جدا من مدرب حراس المرمى النهارده على بعض الجوانب الخاصه للحراس المرمى، لان حراس المرمى دلوقتي خلاص بقت مهم ان انت يعني يكون بيلعب برجله، يكون رابط مع خط الدفاع، يكون ليبرو في اوقات معينه، يعرف استراتيجيه الفرقه عشان يبني هجمه امتى، يهدي اللعب امتى، فبتبقى محتاجه معايشه تامه كده ومحاضرات خاصه بينهم وبين بعض، زائد بقى الروح الخاصه، لان ده مركز ما بيلعبش فيه غير لعيب واحد، ما فيهوش مرونه، ما فيهوش انك تعديل، لا هو لعيب واحد، اربعه هيلعب منهم واحد بس، فلازم الاربعه يكونوا متعايشين مع بعض فترات كتيره، الروح تتنقل للاصغر منهم، خاصه لما يكون عندك اثنين لعيبه سوبر زي صبحي وعواد، واثنين نجوم منتخب مصر ومنتخب اولمبيا قبليهم، فاللعيبه متعوده على الريتم الدولي ومنافسه شرسه حقيقيه، على فكره مش انديه كتير عندها المنافسه الشرسه دي اللي موجوده في حراسه المرمى، عشان محدش بس يضحك علينا ويفكر ان او ينتقص من لعيبتنا، اوعى حد يعني يصدق الكلام ده، لو حد جاله فرصه ان يشد اي لعيب سوبر خاصه في مركز حراسه المرمى من نادي الزمالك الحقيقه مش هيتاخر لحظه، فلازم نبقى مدركين ان عندك اثنين حراس مرمى كبار وبقى عندهم خبرات تراكميه وخبرات دوليه ولعبوا تحت ضغط كبير، فدي حاجات ايجابيه، وناخد بالنا ان احنا الحمد لله المركز ده مرتاحين فيه بنسبه كبيره، حتى الشناوي لما دخل الفتره اللي فاتت الحقيقه مكسب من المكاسب، لان انت عديت بيه مسافات واثرت عليه وقت ان لعبته حوالي 10 ماتشات مثلا في الايام اللي فاتت ولا 7 8 ماتشات، فدي كلها عوامل مهمه جدا جدا، وجود عمر عبد العزيز معاهم طبعا والحراس اللي اصغر من كده برده دي تبقى نقطه مهمه، وكان في تحفيز ليهم بشكل متواصل على ضروره التركيز ومواصله العمل بكل قوه خلال الفتره الحاليه باذن الله. كمان بما يخص الونش، استمرار تاهيل الونش عارفين ان البرنامج بتاعه كان مستني انه يسافر تاني، وفي بعض الرتوش الاخيره كده بامر الله يا رب يرجع بالسلامه. الحقيقه ونش قائد مهم جدا في خط دفاع نادي الزمالك، الونش لو في حالته وفورمته مهم جدا لخط دفاع منتخب مصر، فالونش بيأدي برنامجه اللي محطوط ليه بعد كمان يعني ما تم تجهيزه بشكل عام للمشاركه في التدريبات الجماعيه بامر الله في اقرب وقت، يعني ممكن في خلال ايام كده مش بعيده ولا اسبوع اسبوعين ان شاء الله يكون مشارك مع زمايله، لكن طبعا محتاجين تاكيدات من الطبيب اللي عمل العمليه، وبيعمل بعض التدريبات تحت قياده علي رجب مخطط الاحمال واشراف طبعا الجهاز الطبي دكتور محمد اسامه في المرحله الاخيره من البرنامج التاهيلي اللي محطوط للونش، لكن دكتور محمد اسامه طمنا على حاله الونش وقعد جلسه مع اللاعب طبعا اثناء التدريبات التاهيليه، وقال له بعض النصائح والتعليمات لتنفيذها، لان برضو يهمني ان الونش ما يستعجلش، شفنا المره اللي فاتت يمكن كان مستعجل، بس الونش عنده قلب كبير الحقيقه ومن اللعيبه الرجاله بجد يعني، ومن اللعيبه المخلصه وقائد كمان في الملعب بيكلم زمايله سواء على فكره سواء مصاب جوه الملعب بره الملعب شفناها في اكتر من وقت، وبقى عنده من الخبرات الكبيره انه يقدر يوجه زمايله بشكل جيد، ولعيب كمان خلوق ومقاتل بشكل كبير، فان شاء الله يا رب يرجعنا بالسلامه. النصائح اللي موجوده ممكن من دكتور اسامه، علشان شفنا الونش ما خدش اسبوعين ثلاثه ولا اتجددت له الاصابه ثاني، فده الحقيقه كانت خبر بالنسبه لنا صعب جدا، فالمره دي محتاج حرص اكتر، محتاج تقويه بشكل افضل، محتاج تركيز بشكل اكبر على انه يكون متماثل للشفاء تماما وسليم 200% بامر الله مش 100% بس، لكن طبعا نتمنى كلنا عوده الونش سريعا، واكيد محمد عبد الشافي كمان وكل لعيبه المصابين ان شاء الله الونش يكون قرب بامر الله وجوده اضافه قويه لو رجع لفورمته باذن الله. يمكن كمان كنت بتكلم مع جوزيه جوميز ما شافش الونش فتره طويله، لعب ممكن يكون معاه 20 دقيقه بس، فالراجل لسه ما شافوش، يمكن لو شاف فيديوهات هيعرف قيمه الونش الفنيه بشكل كبير، واكيد هو لامس حته القياده اللي موجوده، لان كان كلمني جوزيه جوميز في الحته دي ان هو شايفه قائد موجود، ونتمنى عودته سريعا، لان شفنا اتاثرنا شويه في غيابه معدلات الاهداف، فكلها يعني امور بامر الله لو في سليم هتبقى اضافه قويه جدا 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 مع زمايله طبعا اللي موجودين في الوقت الحالي في خط دفاع نادي الزمالك. يمكن ده كل الاخبار اللي معايا النهارده، خلينا نطلع لفاصل، وبعد الفاصل زي ما قلت لحضراتكم هنستقبل المحلل الرياضي ونتكلم في زوايا مختلفه عن تحليلنا للماتش اللي فات ورؤيتنا للماتش اللي جاي مع المحلل الرياضي المتميز محمد خليفه، استنونا بعد الفاصل. علي خليفه على مرمى ونص الملعب،
هو أحد الأساطير التي تسببت في زيادة شعبية نادي الزمالك، هداف قدير استعصي أحكام السيطرة عليه من قبل المنافسين، مهاري بارع انتزع أهات عاشقي مدرسة الفن والهندسة بلمساته الساحرة. النجم علي خليل. علي خليل من مواليد بني سويف من عام 1952، وتأثر كثيراً بموهبة والده الذي كان بمثابة أحد هداف الفريق المنتمي للمحافظة. ظهرت موهبته في صفوف فريق الأشبال ببني سويف قبل أن ينضم لصفوف الزمالك وهو دون 17 من عمره في نهاية الستينات، وتبدأ حكاية عشق فريدة من نوعها بينه وبين أنصار القلعة البيضاء مع تصعيده للفريق الأول موسم 1971-1972 برفقة زميله فاروق جعفر. وساهم علي خليل في تحقيق 4 ألقاب مع الزمالك بواقع لقب بالدوري الممتاز في عام 1978 و3 بكأس مصر. يعتبر خليل هو رابع الهدافين التاريخيين للزمالك في كل البطولات برصيد 94 هدفاً، كذلك هو ثاني هداف في تاريخ النادي على مستوى بطولة الدوري الممتاز برصيد 78 هدفاً. وبزغ النجم علي خليل في مباريات القمة أمام الأهلي وأمطر الشباك ب3 أهداف بواقع 2 بالدوري و1 بالكأس. ودع خليل جدران 100 عقبة في عام 1980 ليرحل خليل عن القلعة البيضاء عقب رحلة تاريخية مع العطاء ومسيرة حافلة ومشرفة يعتز بها كل منتمي للنادي الملكي. يمثل 10 فبراير ذكرى سعيدة لأنصار وعشاق نادي الزمالك لتتويج فريق الكرة بالنادي بالسوبر المصري على حساب غريمه التقليد الأهلي بدولة الإمارات العربية المتحدة. 10 فبراير من عام 2017 كان شاهداً على لقاء القمة المصرية بين القطبين الزمالك والأهلي على لقب السوبر المحلي، ونجح أبناء 100 عقبة في حسمه لمصلحتهم في النهاية إثر ركلات الترجيح بنتيجة 3-1. وابتسمت ركلات الترجيح لنجوم الفن والهندسة بعد سيطرة التعادل السلبي على نتيجة الأشواط الأصلية والإضافية، واستطاع محمد حلمي المدير الفني للزمالك وقتها من قيادة الفارس الأبيض لتتويج تاريخي على حساب الغريم التقليدي. ونجح محمود جنش في التعملق خلال ركلات الترجيح ومنح فريق الزمالك الأفضلية في عناق الكأس، وسجل في ركلات الترجيح للزمالك كل من باسم مرسي وأسامة إبراهيم وأحمد رفعت. عاش الزمالك بتاريخه وألقابه وإنجازاته الخالدة على مدار الدهر. نرجع لحضراتكم تاني نستقبل المحلل الرياضي المتميز محمد خليفه. بنورنا يا محمد. بنورك يا كابتن محمد، سعيد جدا ان انا مع حضرتك وفي قناه الزمالك مع كل جمهور الزمالك. حبيبي محمد دايما بتنورنا، لو دخلنا معاك على طول عارفين خلاص دخلنا بقى في الموسم، تسميه بقى افريقيا تسميه دوري، لكن دور 32 في الكونفدراليه اول مباراه مع بدايه موسم، صحيح الاداء ناس كتيره جدا مش عاجبها الاداء وعندنا بعض المباريات المنطقيه، لكن مالناش دعوه برضه، احنا يهمنا الاداء المهم لان كمان انت ما عندكش وقت، ماتشات مهمه وبطولات متعدده وماتشات مصيريه وماتشات خطيره، يعني كلام كبير. لو كلمتني الاول عن ماتش الشرطه الكيني ونبدا فيه نفصصه واحده واحده. هو انا هاخد من كلام حضرتك، هو الطبيعي ان انت ما تبقاش قلقان بدايه الموسم، انت فزت اوي حتى لو الاداء مش كويس مفيش مشكله، وانت لو تفتكر السنه اللي فاتت في نفس التوقيت انت خسران من التا سرور 2-0. المشكلة اللي بتخلي الجمهور قلقان ان ماتش السوبر الافريقي قريب جدا، بتتكلم في 10 ايام،
وجود الميعاد مباراه كبيره زي مباراه السوبر الافريقي في بدايه الموسم هو اللي مكهرب الدنيا. برافو عليك. لو كانت الامور طبيعيه والسوبر بيتلعب زي السنين اللي فاتت مثلا في فبراير زي ما الزمالك لعبوا قبل كده ضد الترجي في فبراير او في كذا، كنت هتلاقي ان الاوضاع طبيعيه جدا وهاديه جدا، لكن وجود السوبر الافريقي مكهرب الدنيا لان الجمهور وكلنا عايزين الفريق في افضل حالاته في لقاء السوبر. فهو ده اللي الدنيا، فالزمالك ما ظهرش بالمظهر اللي يدي الثقه والطمأنينه، لكن خلينا نقول ان كل مباراه لها ظروفها، ولعيبه الزمالك برضو عندهم نوع من انواع الخبرات ان ممكن يكون في اقتصاد شويه في الاداء بتاع ان انت مش بتحرق جاز قوي في بدايه موسم وكذا، لان انت ممكن جدا في اصابات حاجه زي كده، فبتلعب شويه على قد اللقاء. يعني ما في ظروف زي دي ممكن ما بتكونش دايس بنزين قوي. ده الحته اللي ممكن تبرر الموضوع، لكن لو جينا برضو من النقط الفنيه بقى يا كابتن محمد، كان في شويه حاجات ملخبطه الدنيا شويه. الزمالك مع جوزيه جوميز بيعتمد بشكل كبير جدا جدا، احنا بنبني كورتنا، فطرفين الملعب مهمين جدا في طريقه لعب جوزيه جوميز. في نهايه الموسم اللي فات عمر جابر كان في افضل حالاته، قدم مباريات كبيره جدا ناحيه اليمين واحيانا لعب مباريات ناحيه الشمال. هو كان بيستخدم بس عمر جابر في اليمين كان فعال بشكل كبير جدا. الراجل يمكن عمل اكتر موسم في تاريخه عمل فيه اسيستات لنادي الزمالك كان الموسم اللي فات، وكان في قمه لياقته البدنيه والسرعه، فكان الزمالك بيستخدمه بشكل كبير جدا في الوقت اللي اغلب الوقت كان بيستخدم فتوح لجوه الملعب، فكانت الفرقه موزونه نوعا ما. عندك ظهير طاير زي عمر جابر، وعندك ظهير تاني بيلعب قلب الملعب، والوينج بتاعك بيبقى فاتح الخط زي شلبي، فكانت الملعب بيبقى شبه موزون. في لقاء الشرطه الكيني احنا افتقدنا الطرفين مره واحده، يعني مثلا وجود عمر جابر في الشمال ومحمد شحاته في اليمين ما خلاش ناحيه شغاله وناحيه عطلانه، لا الاثنين كانوا عطلانين. عمر لطبيعته انه راجل بيلعب ظهير ايمن، وشحاته فما حطيت عمر ناحيه الشمال ما كانش افضل شيء، وشحاته لان مش مركزه، حتى لو بيلعب فيه بشكل اضطراري احيانا بتبقى مسطوره معاك في ماتشات، بس لعبك في غير مركزك بيبقى صعب. على فكره لعيب قلب الملعب مش هو الحل بتاع تغطيه طرف الملعب، يعني في احيانا يعني عمر في الشمال ما كانش مؤثر هجوميا بس ما يعملكش مشاكل دفاعيه هي دي اللعبه. انت بتاخد منه الحد الادنى من المؤدي بالظبط، لكن يبدع ويطلع طاقته كلها اكيد طبعا في مركزه اللي بتعرف. في مركزه، لكن بقى شحاته بس ساعات بيبقى مهم الحل موقف بالظبط، حل مشكله كبيره مثلا فنيه واقع فيها الفريق ساعات. على فكره دي كانت مشاكل بتيجي على حساب اللعيب نفسه فنيا، بتبقى مصلحه الفريق، فالراجل بيبقى عنده وزنه فنيه، دايما اسميها كلمه وزنه فنيه، يجي يحسبها مجمل القصه يقول لي وزنه فنيه من مصلحه التيم النهارده بواقعيه ان انا اشتغل تامين دفاعي، فالعب بالحد الادنى للمؤدي. دي اللي بتوقعنا كلنا، وما كانش افضل مركز حضرتك. انا كنت ما بحبش العب فيها مثلا، انت في راجل بتجيد جدا جوه الملعب، ما في يعني، فانا بتكلم ان الحته بتاعت احيانا لعيب طرف الملعب ممكن يبقى حل في طرف الملعب حتى لو بيلعب مش في عدلته، لكن لعيب قلب الملعب لما بتحطه على طرف الملعب ما بيبقاش افضل حاجه ليه. فشحاته كان تايه شويتين في حته الظهير الايمن. تعال نشوف لقطتين من اللقاء بتبين اللي انا عايز اقوله ده، ان شحاته ما كانش ظابط الدنيا لا دفاعيا ولا هجوميا. الناس تفتكر حتى الشوط الثاني كان فيه اختراقات كتير، بس انا عايز اقول لك من بدايه اللقاء في الشوط الاولاني حتى الراجل عنده احيانا لما بيخش حتى في التغطيه العكسيه ما بتبقاش الحته بتاعت الوزن التغطيه العكسيه بتاعت ان انا ضميت لجوه بس في نفس الوقت واخد بالي من اللي بيحصل في ظهري، لا شحاته لما بيخش لجوه الملعب يا كابتن محمد بيبقى ناسي خالص اللي في ظهره. دي كانت كوره من ناحيه الـ اليمين بدات، بص هنا شحاته هيعمل التغطيه العكسيه داخل لجوه الملعب بشكل مظبوط بس سرحان خالص. الكوره دي اول ما هتعدي من هنا كانت الكادر اللي بعديه، هتعدي الكادر اللي بعديه على طول. بص هنا الراجل نسى تماما اللاعب اللي جاي من ناحيه شمال داخل بزياده قوي، حتى كانت واضحه حتى في لقاء فرنسا اللي لعبوا شحاته كظهير ايمن مع المنتخب الاولمبي. راجل لعيب قلب ملعب بساعات الملعب الطبع بيغلب التطبع في الحالات اللي زي دي، فدي كانت من اخطر فرص فريق الشرطه الكيني. بلس بقى الشوط الثاني جت حاجات كتير جدا الناس كلها فاكراها. دي فكره ان انت انضربت دفاعيا من ناحيه شحاته في اليمين، تعالى الناحيه الهجوميه بتاعت عمر جابر اللي كان بيبقى بتعول عليه كتير هجوميا ما عملش اي تمريره مؤثره. في كرة بتبين ده شلبي عملها له بشكل كويس جدا، وكان في المساحة اللي عمر عمل منها شغل كبير جدا سالفت في اليمين، بس عشان عدلت رجل عمر ناحية الشمال بيعطل.
بعدت وراح عمل الاوفر اللي هو في ايده الجون. تعال نشوفها كده بتثبت الكلام ده، رغم ان عمر بسرعته كان يقدر في الموقف اللي زي ده. دي الكوره شلبي عملها له، عمر اتحرك جميل ورا الباك، بص المساحه هنا جميله جدا لعمر. عمر فضل برضو مش متمالك نفسه، وما جه رفعها بالشمال مش دي الرجل اللي انت بتقدر تتحكم فيها عشان تطلع الاوفر. بقى كابتن لطيف الله يرحمه كان يقول لك ايه، والعب بره بقى. هو ما لعبهاش بره بقى، لعبها في ايد الجون او كانت اشبه بالكره دي. بس لازم اقول كتر خيرك، مليون المية خلي بالك، انت الفريق محتاجني ههرب حلو. فانا دي نقطه برضو لازم يعني ايه نوصلها للمشاهد، لان انا في الاخر لعيب محترف ومؤدي وبحب فرقتي. فعارف لما يكون موقف لعب، ساعات بيجي لك مواقف جوه المباراه خليفه، فرقتك اتطرد منها لعيب، اتطرد منها اتنين، لعيب متعور بيتعالج بره خمس دقايق. فساعات انا الواحد اتعود ان دايما في مواقف بتخلق لك، بتخلق ليك كل شويه في الماتشات، ويبقى المدير الفني بيديرها. ده موقف من المواقف، ودي مزايا اصلا من عمر، ان عمر بيلعب ممكن تلعبه 8، ممكن تلعبه باك يمين، ممكن تلعبه في كل حته في الملعب. انا بتكلم ان وجود عمر في الحته دي ما ادكش الامباكت اللي انت مستنيه منه الهجومي. طب اقول لك حاجه معلش، تمام في الحته دي، طب ايه رايك؟ اصل شحاته من اللاعبين اللي تصنفهم برضو جواكر، دي حقيقه. فانت جوكر شحاته، عندك جوكر زي عمر جابر، في لعيبه كده بتبقوا جواكر في الفرقه، فاي مدير فني بيحب اللعيبه دي طبعا. طب تعالى نتخيل ان نخلينا عمر جابر زي ما هو يمين، يمين حلو، شحاته هو اللي لعب شمال. على فكره هو يعرف يأديها برضه، وهيبقى عدلته نفس المشكله. بس انا هقول لك الراجل ليه اختار الحل الاصعب سنه ده. انا ممكن حد يقول لك ايه، طب عمر جابر يلعب يمين، وابقى انا حتى لو خسرت خسرت مركز واحد مش مركزين، بدل ما الخبط مركزين في مدرسه على فكره تقول كده، بدل ما الخبط مركزين الخبط مركز، ألخبط مركز واحد. حتى لو وفق يبقى سوبر وعدى، بس كان ممكن يبقى شحاته كارثه كبيره قوي. الشمال ليه بقى؟ هنا المدير الفني بيفكر فيها زي ما ده انا عايز اقول لك عليه. الراجل بيبص على الخبرات ومش عايز يحمل لعيب مثلا سنه مش كبير قوي او ما لعبهاش قبل كده، رغم انه هيلعبها ويبقى كويس على فكره، بس هيبقى قلقان انه يعني ثقته في نفسه قلقان. لكن هو بيعتمد ان عمر جابر خبراته اكبر، اتعرض لمواقف دي لعبها بالفعل، عاشها حسها. لكن فيجي على عمر جابر اكتر انه يشقيه ناحيه الشمال، بدل ما يضحي او يعني يجي بشكل صعب على شحاته فيتهز شويه. انا عايز الكلام اللي حضرتك بتقوله ده قبل سوبر الترجي، كان عندنا وقتها حازم امام ممكن في شك على مشاركته في ناحيه اليمين، فكان الزمالك اللي عنده باكين شمال كويسين، عبد الله جمعه ومحمد عبد الشافي. فافترضنا كان وقتها كنا خايفين ان حازم ما لعبش، فالواحد كان بيفكر برضه لو طب لو حازم ما لعبش مين اللي يلعب فيهم بين عبد الله وعبد الشافي؟ فكان الاختيار ان عبد الشافي اللي هو الخبره الاكبر، حتى لو هو هيأدي بس بخبرته، حتى لو هيبقى في غير عكس. الحمد لله ساعتها حازم لعب اللقاء، بس انا باكد على كلام حضرتك، لو انا عندي اتنين مش هيلعبوا في نفس مراكزهم، انا اختار اللاعب الاكثر خبره على اساس انه هيعرف يحل شويه، ممكن يشغل دماغه ويعدي بالموقف الى الحد الادنى. اللي انا قصدي في النقطه دي ايه؟ ان افتقادنا للظاهرين ده مش هيبقى معانا طول الموسم. احنا الحمد لله دلوقتي احمد محمد حمدي موجود، بنتاج موجود الحمد لله، برضو فتوح ربنا يفك كربه الحمد لله خرج، واحتمال باذن الله موضوعه لو اتحل بشكل افضل يبقى موجود طول الموسم. فانا قصدي ان الناحيه الشمال وهي متامنه بثلاث لعيبه، اثنين منهم موجودين على الاقل، هتبقى انت في وضعك الطبيعي. فاللي هيحصل ده مش هيتكرر تاني، يعني الشكل اللي كان سايب بسبب افتقاد الظاهرين في لقاء الشرطه الكيني ده مش هيبقى عرض مستمر، ده كان حدث لمره واحده. وانا كنت حتى اتمنى ان زي محمد محمود نزل، كنت محتاج اشوفه برضو، الراجل جاي من الجونه بيأدي طول الموسم، كان ممكن يعني الوقت بدا بعد ما شحاته بدا يتعب في الشوط الثاني وبدات الدنيا تراخط شويه، كنت اتمنى. لكن انا احيانا بحس ان جوزيه جوميز من المدربين اللي عنده علاقه قويه شويه باللعيبه بتاعته، بيحب شويه اللعيبه اللي اتدربت معاه، احيانا كمان بيتخوف على اللعيب اللي هو لسه ما بداش معاه، ممكن مش عايز ينزله في ظروف صعبه. ممكن لو كان اللقاء كان للزمالك مثلا سجل الهدف الثاني ولا حاجه، كان ممكن يدي حسام اشرف، كان يدي محمد محمود، ممكن الراجل بيفضل ان يديهم لقاء في القاهره يبقى افضل تقديمه ليهم. احيانا هو بحسه كده من الناس اللي عندها علاقه قويه شويه باللعيبه بتاعته، فممكن دي الحته اللي تسببت لخبطه شويه. بس انا اتمنى ان هي تتصلح النقطه دي، لان هو في طريقته بيعتمد كتير جدا على الطرفين، فما ينفعش يبقى مضروبين من الطرفين. يعني عمر كان بيبقى مفتاح لعب هجومي كبير جدا، فنتمنى يعني في المباريات القادمه يعني الدنيا دي تكون محلوله شويه. وان كانت حتى للاسف في لقاء العوده اللي هيبقى يوم الجمعه
مش مرشحه للحل قوي، لان انت برضه بنتاج مش مقيد افريقيا في الفتره دي، يعني ممكن البرتغال من الاول مش السوبر. محمد حمدي نفس النظام، الوحيد اللي مقيد افريقيا فتوح، بس يعني بالنسبه للظروف الصعبه اللي هو فيها، فيعني فالزمالك برضه هيفتقد الظهير الايسر، وان كنت اتمنى ممكن ان عمر يثبت في اليمين. محمد عاطف على فكره نهى الموسم بشكل كويس في الظهير الايسر، اكتر من تجربه كانت ليه معقوله. ممكن الراجل خاف عليه في ماتش زي الشرطه الكيني خارج الملعب، بس ممكن في القاهره نشوفه. وما اعتقدش ان هو اختيار سيء، الراجل قدم مباريات جيده في نهايه الموسم. لا وعنده مفتاح لعب هجومي، يعني انت ممكن بعض الماتشات تبقاش محتاج باك ليفت، باك ليفت لو لعبت له دفندرين ثابتين قويه ممكن تحكش باك ليفت. على فكره في لقاء الجيش اخر لقاء لعبه بتاع الكاس كان الراجل هو اللي صانع الجول لايشو وصنعه بشكل كويس يعني، فهو لاعب كويس ممكن اعتقد كان يبقى حل، واحتفظ بعمر جابر في الناحيه اليمين. من ضمن المشاكل الثانيه كابتن محمد كانت ودي اعتقد محتاجه، دي اللي بقى دي اللي مكمله معانا، يعني انا قلت مشكله الظهيرين مش مكمله معانا، لكن مشكلة التمريرات الخاطئة من خط الدفاع خاصة من حسام عبد المجيد، لا دي محتاجة تركيز من حسام أكتر من كده، ومحتاجة إن الزمالك لو أنت بصيت كده للزمالك وانتقالاته، الزمالك غطى مراكز كتير في الملعب بانتقالات جيدة، لكن مركز المساك إحنا زي ما إحنا من السنة اللي فاتت، فأعتقد المركز ده محتاج حد ويكون خروجه بالكرة كويس، لأن الراجل دي طريقة لعبه، الراجل بيعتمد على إنه بيخرج الكرة من قلبين الدفاع، الراجل اللي بيشعل الكرة الطويلة بيلجأ أحيانا للكرة الطويلة بس مش كتير، بس الراجل بيستدعي الضغط وبيحاول يخرج بالكرة بشكل سليم، فده معناه إن أنت لازم المساكين اللي عندك يكونوا بيجيدوا جدا بالكرة. حسام في لقاء الشرطة الكيني كان خارج التركيز شوية، ممكن مشاركته في الاولمبيات ارهاقه شويه خلت اكتر من كره تطلع من رجل حسام بشكل مش كويس، فمحتاج هو يركز اكتر من كده، ومحتاج الناس اللي شغاله في نادي الزمالك برضو يدعموا الحته بتاعت الاثنين قلوب دفاع ده، ويحبذ جدا ان يكون في قلب دفاع كورته كويسه، لان ده الجزء اللي الراجل بيعتمد عليه في طريقه اللعب، فلو دي اتحلت هتحل جزء كبير جدا من مشاكل الزمالك. وهقول لك حاجه كمان، هتلاقي عبد الله السعيد في الملعب، لان انت بتشق عبد الله في حته الخروج بالكوره، لما بتفشل بتستخدم عبد الله على طول فبتشق عبد الله معاك. تعال نشوف حسام عبد المجيد كده كام كوره وما كانش مضغوط الضغط الكافي، يمكن الضغط اللي هيبقى في مباراه اصعب هيبقى اصعب من كده، يعني حسام كان لوحده عمل تمريره ما لهاش مبرر. حسام انت عندك احسن من كده. انا عندي مبرر ليه، ماشي اقوله لك. او طبعا عشان الباكين ليفت، الباكين بتوعك مش على عدلته، فمش مديناك حل، ما بين مش نازلين معاه في الطيارين فوق ومش مديناك حل لان ممكن يكون مثلا تعليمات المدير الفني او كل لعيب لسه ثقته مش موجوده انه يستلم في الحته دي، انه مش على عدلته سواء شحات او عمر جابر، فانت غصب عنك كمدافع في الوقت ده. انا مش ببرر على فكره، انا بقول بس احيانا الباكين بيهربوا من الاستلام. هو طبعا عمر جابر مش بيهرب، بس ساعات موقف اللعب مش على عدلته. وكمان ممكن حسام مجيد نفسه مش عايز يخنق حد، بيسميها بلغه الكوره يعني يخنقك، فمش عايز يعمل ريسك في الحته اللي هي لعيب مش على عدلته يقوم مديله الكوره بسرعه، لا. فانا مش ببرر على فكره، انا بقول لك احساس ملعب بحكم ان انا يعني اتحطيت في الموقف دي كتير. انا فاهم طبعا، احنا محتاجين ان حسام يكون في الفورمه الافضل ليه، يعني دي اتكررت مره واتكررت برده بشكل تاني نفس النظام، خلاص بقى يبقى بلاش التمريرات الريسكي. ولو هعمل تمريره ريسكي زي دي، لا دي كارثه. تبقى طويله بقى، تبقى طويله لقدام، يعني انا لو عجزت، انا في لقطه حاجه، انا جوزيجو بيزم يديني تعليمات ان لازم اخرج الكوره الواحد وكده، بس لو انا عجزت فيعني يبقى الطويل لقدام، يعني الطويل لقدام مش ريسك، بيبقى حل افضل خاصه لو النتيجه ناره، يعني في احيانا لو انت كسبان والفرق كذا جرب، انما لو النتيجه ضيقه شويه يعني الجا للحلول اللي هي الامنه شويه في الظروف اللي زي دي، وخصوصا لو احنا داخلين زي ما قلنا لقاء زي لقاء السوبر هيبقى بتتلعب على تفاصيل. طبعا خلي بالك المنافس شرس جدا في الضغط الامامي، يمكن هو ابرز مزايا الشراسه في الضغط، فلازم يكون يا الكره طالعه امنه يا اما تلعب على الطويله. وانت قبل كده على فكره انت لقاء الكاس بتاع مصر فاينل 22 انت بكره طويله ضربت كل هو بيحاول يضغط، ضربت الكره وانت عندك الجزيري، ان انت دلوقتي عندك الجزيري وعندك زيزو واحتمال تفاجئهم بميشا، الثلاثه سرعه جدا. انت لو خرجت الكره الطويله مظبوطه انت ممكن تضرب كل منظومه الضغط اللي هو بيعتمد عليها، وعندك بقى تنوع، انت الجزيري في قلب زيزو كده، لو حصل تبادل وتوفيق بين واحد يروح القلب وواحد يروح طالع الطرف ولا حاجه زي ما حصل في الكاس وراح الجزيري هو اللي راح على الطرف، انت ممكن تضرب باكتر من شكل. فالكره الطويله يعني كره الاستحواذ والحاجات دي يا كابتن محمد جميله، بس هي مش غايه، الغايه ان انت تكسب. لو انت هتنوع ما بين ان انت تلعب الطويل
في ظهر الخصم وبين ان انت تستحوذ هتحير الخصم معاك. فانا قصدي لو انت ما انتش امن في التمريرات في الخط الخلفي الجأ للكرات الطويله، ما فيهاش ابدا اي نوع من انواع المشاكل يعني في الحالات اللي زي دي. انا ما كانش عاجبني التغييرات الحقيقه الماتش اللي فات، فما اعرفش رايك ايه. انا زيك يعني. هو التغييرات ناصر ماهر ما كانش كويس في الشوط الاولاني، بس ناصر 8 يمين دي مش عدلته، كان ممكن يتم تعديلات شويه قبل ما يبقى قرار خروج ناصر ماهر، خاصه كمان ان الدفع شيكابالا واحد من اعظم لاعبين الزمالك على مر التاريخ، في ناس بتشوفه الاعظم كمان، يعني في ناس من جماهير الكوره الزملكاويه بتشوفه هو رقم واحد. ايا كان هو واحد اكيد يعني واحد من اهم 3 4 لاعبين مروا على تاريخ الزمالك في مصر كمان وفي مصر طبعا. لكن خلينا نقول ان ماتشات القوي في افريقيا مش ماتشاته. حسب يعني الملعب وحسب انت عايز. هو الراجل طول عمره شيكابالا بيبدع ملعب كويس وظروف كويسه وسط جمهوره، ما عندوش الحته بتاعت مش هو الاختيار بتاع القوي في افريقيا بتاع نيروبي العاليه شويه، مش هو الاختيار المناسب للقاء ده. بلس كمان ان اختيار ناصر منسي مكان سيف الجزيري كان بدري قوي يعني بين الشوطين وبدري، خاصه احنا شفنا ناصر الموسم اللي فات ما نهوش بشكل كويس، راجل محتاج ثقه افضل من اكتر من ان انا يكون اول تغييراتي. فانا قصدي التغييرات خدت من الزمالك في الشوط الثاني شويه، وخاصه يعني انا ممكن متفهم يعني رغبه الراجل. انا ما كنت سيف الجزيري ما كانش كويس الشوط الاولاني ولا ناصر ماهر، بس كان ممكن الصبر عليهم شويه، وكان ممكن البدائل نشوف حد زي حسام اشرف، كان ممكن نشوف احمد محمود مقابل ان انا اشوف شحاته في نص الملعب تدعيم اكتر لخط النص ويدي قوه شويه وباور لخط النص مع دونجا. فكانت التغييرات بالنسبه لي غريبه شويه، لان ناصر ماسي كان بيفقد كور كتير، وشيكابالا احنا مستنيينه مثلا في ماتش القاهره يبقى ابداع باذن الله، انما القوي بتاع افريقيا مش الماتشات المفضله قوي عند شيكابالا. فانا معاك ان التغييرات خدت شويتين من الزمالك في الشوط الثاني، لكن خلينا نقول برضو ان في نقطه مضيئه في اللقاء ما ينفعش نتجاوزها، يعني عبد الله السعيد يا كابتن محمد. هو للعلم برضو عبد الله السعيد هو اكبر من سجل بقميص نادي الزمالك. والله يعني هو شيكابالا كان اصغر من سجل بخميس نادي الزمالك تاريخيا، وكان قريب جدا ان هو يكون اكبر من سجل بخميس نادي الزمالك. جه عبد الله سعيد في يناير، عبد الله اتسحب فضل يسجل يسجل يسجل، وهو حاليا اكبر من سجل بخميس نادي الزمالك، هو عبد الله السعيد رقم واحد، بعديه بيجي شيكابالا، بعد كده بيجي كابتن احمد حسن، الناس اللي عندها استمراريه في الملاعب، ودي حاجه مهمه يعني. عبد الله عمل في اللقاء ده يا كابتن محمد كل حاجه ممكن الناس تستناها من لاعب الوسط بكل الادوار اللي ممكن تستناها منه. عبد الله بدا اللقاء 8 متقدم ناحيه الشمال في عشان يساعد في صناعه الفرص. عبد الله بعد كده كان له دور كبير جدا بعد ما انت خرجت بالكوره غلط اكتر من مره، بينزل يخرجك بالكوره. عبد الله التزام تام بكل واجباته، هو عمر 39 سنه اكتر اللاعبين في الملعب التزاما باداء واجباتهم الهجوميه والدفاعيه. مع ان المركز ده من اكتر المراكز جري في الملعب. طبعا هو بيجري بذكاء وبيتحرك بذكاء. هنجيب 3 لقطات يبين لك. طبعا الهدف انا مش جايبه لان الناس كلها فاكره التابلو اللي عمله في الهدف. جون مزيكا. جون مزيكا ربنا يحميه. على فكره الراجل في خلال 22 مباراه مع الزمالك هو اللي وصل للمساهمه 11، رغم انه بيلعب وسط مسجل 7 اهداف وعامل 4 اسيست، يعني وصل المساهمة 11 في 22 لقاء، رغم ان اغلب اللقاءات دي خاضها كمان كتمانية متاخر يعني، او احنا بعد اصابه احمد حمدي بدا يتقدم شويه في الملعب وياخد ادوار في الثلث الاخير شويه، انما قبليها كان الراجل بيلعب هو اللي بيخرجه بالكوره في وجود احمد حمدي اللي كان ممكن يقلل الادوار الهجوميه. فعبد الله تعالى نشوف 3 حاجات في الملعب، هي يعني هو عمل كل حاجه في الملعب، بس الثلاث لقطات دول بتثبت اللي انا بقوله لك. اول حاجه ده هنا دوره كتمانية متقدم ناحيه الشمال في بدايه اللقاء، هنا شلبي بيسند عليه الساندة. عبد الله شوف في ثانيه، بص هنا شلبي وسط الثلاثه، عبد الله هيحط له الكوره وسط الثلاثه عشان يحط في شلبي في الموقف اللي كان يقدر يصنع منه فرصه خطيره جدا، بس يمكن الباص من شلبي في اخر لحظه ما كانش افضل شيء. ده بالنسبه للدور في صناعه الفرص والراجل سجل. تعال بقى اوريك الخروج بالكوره اللي كان متعسر في حسام عبد المجيد بعديها على طول. هنا حمزه المسيس بيعمل له الباص، بص عبد الله نقف بس في الصوره دي شويه صغننين، عبد الله هو اللي واقف وفي 3 من لاعبين الشرطه الكيني واقفين ورا عبد الله السعيد. استلام عبد الله هنا معناه يا كابتن محمد هيرجع الكوره تاني بظهره وكذا. عبد الله عمل ايه بقى؟ راح مفوت الكوره
عشان يضرب الثلاثة دول بلمسة واحدة. خط الثلاث ضرب خط، ده اللي بيسميه ضرب خط. اه بالظبط. فبقى الموقف، بص الموقف بقى حلو ازاي، بقى الزمالك اللي بيستلم بعد الحكم، بص الموقف بقى موقف هجومي للزمالك، حولك من موقف انت مضغوط فيه بلمس الذكاء بقى موقف هجومي مميز لنادي الزمالك. فده دور كبير جدا للخروج بالكوره من عبد الله السعيد. شفنا دوره في صناعه الفرص، شفنا دوره في الخروج بالكوره، وده دور خلي بالك ما بيقدرش كتير، لان في النهايه دي لا جون ولا اسيست، بس ما انت لا تتخيل حجم التاثير اللي بيأثره عبد الله. وعلى فكره خطه جوميز بتعتمد على وجود فتوح، يعني زي ما بيبقى بافضل حالاته وافضل مبارياته فتوح، عشان بيخش من الباك الشمال بيبقى واحد كمان يضرب اي ضغط. مع عبد الله السعيد المنظومه بتتكامل في ان انا اقدر اقاوم اي ضغط. وعشان كده اعتقد هو راح لحمدي، لان حمدي برضو في الحته بتاعت انه بيلعب لجوه الملعب شويه، فيساعده في الخروج بالكوره، يساعده في الادوار اللي زي دي. تعال بقى نشوف اكتر الالعاب اللي عجبتني لعبد الله. هو مش هيلمس الكوره، بس انا عجبني فيه حاجه انت حضرتك هتحسها كابتن محمد بخبرتك الكبيره. ده كان ركنيه للزمالك، زيزو عملها عرضيه فاتت وسط لعبد الله السعيد، سددها بشكل كويس جدا على فكره، بس جت في ايد الحارس. اي لاعب تاني يا كابتن محمد، لا ارجع لي بس، اي لاعب تاني بيقف هنا بيعمل ايه بقى؟ يا حظ الكره وحشه، وتلاقي ايه مشهد تمثيلي كده وقت كتير. عبد الله والله العظيم بعدها بثانيه كان اللي بيلوم حظه بتاع كان بيرجع، عشان عارف ان زمايله بيبقوا متقدمين في الركنيه، بيرجع لدرجه ان هي بعدها باقل من 10 ثواني كان هو اللي نازل، او عبد الله اللي بيستلم الكره دي من محمد صبحي. بالظبط اللقطه دي في شريط المباراه، هو ما بعد ما سدد الكره الكاميرا بتعمل عليه كلوز، وهو بيرجع على طول على بيرجع مكانه تاني علشان يستلم من صبحي. هو ده عبد الله بقى اخر واحد في الملعب، رغم ان هو اللي كان على حدود منطقه الجزاء وبسدد كره. على فكره التسديده ما كانتش وحشه على فكره، هي طالعه عاليه ولا حاجه، لا هو الراجل اللي وقف ولا لام الحظ ولا اي حاجه. ده بقى دور اللعيب الكبير كمان واحساس بالمسؤوليه، دي حقيقه. انت في 10 12 ثانيه زمايلي بيقولوا لي 12 ثانيه كان بيستلم الكره دي. بالظبط بالظبط. يعني اللي انا بقول لك عليه هو اكبر من في الملعب ولا يلام. يعني لو ما فيش حد هنا رجع ودي بقت مرتده على الزمالك، ما كانش حد هيتكلم في عبد الله. يعني عبد الله هيقول لك ده هو اللي مسدد كذا. فدي اللي دي قيمه وجود عبد الله، وقيمه وجود زيزو، وقيمه وجود شيكا، ان الزمالك بقى فيه اكتر من كابتن. وعشان كده انا دايما يعني بتمنى دايما يعني الزمالك في فكره الصفقات النوعيه، هو مش بالعدد. الزمالك حاليا برضو عمل صفقات كويسه في عمر فرج وكونرال، اعتقد بس لو زي ما الزمالك كان بيدور على ارون بوبينزا لعيب كبير واسم كبير كان هيعمل تقل كبير، يدور على حد كده برضه. يعني انت ما ينقصكش غير ان انت تجيب حد تقيل بقى، يعني نفس الفكره زي البادجت اللي انت كنت حاطه هناك، لو حطيته يبقى انت كده خلاص دعمت التدعيم المظبوط. زي ما انت جبت بقى عندك عبد الله السعيد قائد كبير جدا في وسط الملعب، عندك زيزو نجم كبير جدا على اطراف الملعب، الجزيري لعيب كويس جدا، بس الزمالك كمان محتاج يزود في الحته دي بحد كيلر بقى، اللي هي الكره اللي بتيجي بتنتهي. زي ما كنت انت بتراهن على ارون بوبينزا، الرهان ما زال قائم على فكره، والزمالك يقدر يحسن في جوده الخط الامامي بنفس يعني زي ما اقول الفلوس اللي كانت هتدفع لارون، لو دفعت في حاجه تانية ممكن توزن جدا الملعب وتحول الزمالك من فريق يسعى للمنافسه لانه يبقى المنافس الاقوى كمان باذن الله. يعني انا اصلا عاجبني طريقه التفكير، خلي بالك انت نوع الصفقات اللي انت قلتها النوعيه هي عباره عن بتمثل لنا نوع تفكير، فشوف كانت عينيه على بالنسبه لك عينيه على كذا وكذا وكذا وكذا، فاكيد نوعيه التفكير دي برده مستمره، خاصه بالظبط مستمره لحد 25. يعني على فكره انا عايز اقول ان الناس يعني احنا طبعا زعلانين ان كنا قريبين جدا من كريم البركاوي، لعيب كبير وما اتفقناش فيه، كنا قريبين من ارون بوبينزا ولغايه دلوقتي حصلت المشكله، بس ده دليل برده ان انا قادر ان انا اختار بالزبط. واوصل للعيبه بالنوعيه دي، فهو نفس السيستم لو فضل ماشي على فكره وبيفضل بالزبط. متاح هتقدر تعمل نفس التعاقدات القويه. يعني انا ما عنديش مشكله ان انا قربت جدا وكذا، لان ده افضل من ان انا مثلا اتنقل من مرحله ان انا بروح اجيب سامسونج من فنزويلا ومش عارف ايه، لا انا قريب حاليا كنت قريب من لاعبين كبار وعادي، وما زال اللاعبين الكبار متاحين. وزي ما انت جبت عمر فرج من نادي السويدي ودي صفقه مهمه وصعبه، وزي ما جبت كونراد وهو لعيب كبير، يبقى انت تقدر تعمل ده. وفي ميزه يا كابتن محمد برضو في التفكير، انت ما بتروحش تجيب لاعبين انت حضرتك سيدي العارفين بتاع مراحل اللاعب، اللاعب يا اما رايزنج ستار طالع زي ما انت جبت عمر فرج، يا اما في البيك بتاعه وفي افضل مستوياته زي كونر اللي هو لعيب 26 27 28،
او لعيب ماهر في بدايه وناصر وكذا او في لعيب ساعات بيبقى في بدايه التراجع. بس في احيانا لعيب من قوته حتى كده اما بيبتدي حتى تراجع بدنيا ما زال بيحتفظ بفورمته وكذا، زي ما انت مثلا جايب عبد الله السعيد شيكابالا وشيكابالا وغيرهم. فانت قصدي خطوات الزمالك كانت في الانتقالات دي رايحه لايه؟ للعيبه الصغيره في السن زي عمر فرج زي حمدي، رايح للعيب في البيك بتاعه زي كونرالد، زي ما كنت رايح برده للبركاوي بوبينزا كان 28 سنه. لو انت فضلت تتحسن بتدور على الفئه العمريه بتاعتك من 28 حتى لغايه ال 30 لو هو اللعيب ستار كبير وهيجي لك مثلا نازل لك سن صغير حتى 30 حاجه، فده عادي ده كويس جدا. ما بتروحش بقى لان على فكره في لعيبه كتير متاحه 34 و35 زمالك ما بيروحش للاختيارات دي، وده كان باين قوي في انتقالات الزمالك. يعني كان سهل جدا، انت سهل تجيب اسم على فكره 34 و35 سنه، بس انت ما بتروحش للاختيارات دي لان الاختيارات دي بتورط، هو بيبقى اسم كبير وكذا لكن ما بيديكش المردود. لو بصينا للدوري السعودي بما انه من ابرز الدوريات دلوقتي في المنطقه، يعني لو نبص للهلال قوه الهلال ايه يا كابتن محمد؟ انه بيجيب لاعبين في البيك بتاعها 28 سنه متروفيتش 30 مش عارف ايه، ما بيروحش يجيب لعيبه اكبر سنا شويه وهي نازله في الديكلاين، لا. فده حتى مقوي الهلال، وممكن الانديه السعوديه بدات بتروح للفكره دي بعد كده في تعاقداتهم، بدا يروح يجيب لاعبين. يعني انت لو بصيت متروفيتش ولا رونالدو كاسم، طبعا رونالدو عظمه يعني رونالدو وقيمه سوسو، ولكن المردود الفني للعيب عنده 28 سنه في قمه مستواه حاجه زي كده بيديك في الملعب احيانا حتى لو كده افضل من اللعيب اللي هو 37 و38 سنه. فالزمالك انا اللي كان عاجبني في فتره الانتقالات دي الزمالك كل تفكيره يا اما اجيب اللاعب وهو بيصعد زي محمد حمدي وزي عمر فراج وغيره، يا اما اجيب اللاعب وهو في البيك زي ما الزمالك كان رايح لكريم بركاوي وارون وهيروح ان شاء الله للعيبه على نفس المستوى. طيب حته بس عندي نقطه صغيره بطلب فيها اللعيبه تبقى فاهمه شويه، مصطفى شلبي لما بيفتح الخط ناحيه الشمال شويه، هو مصطفى عنده ميزه بيحير المدافع. مصطفى انت كمدافع بتبقى مأهل نفسك عايز تقفل لجوه الملعب، مصطفى عنده قدره من الملعب برجله اليمين يرفع الكوره برجله الشمال، بس دي محتاجه ان اللعيب اللي مكمل جوه منطقه الجزاء يبقى فاهم حاجه. لو انت بتلعب ناحيه الشمال وانت اشول بترفع الاوفر قوي شويه فانت تستناها للورا لان اللعيب هيقدر يعمل السيرف ويطلعها لك بره. اللعيب الايمن لما بيجي يرفعها بالشمال الكوره بتبقى عايز اللعيب يستناها على البعيد لانها بتطلع شبه البالونه شويه. فمصطفى شلبي لما بيرفع على ناحيه الشمال ما بيبقاش متمكن قوي، فمحتاج اللعيب اللي احيانا زي ناصر ماهر او كده اللي جاي من ورا وبيكمل يبقى فاهم ان هو يستناها على البعيده شويه لان الكوره بتاخد كيرف عالي شويه، او يعني يعرف ان الكوره واخده كيرف ما يستناهاش القطعه اللي هو مش هيعرف يرفعها لك بالقوه بتاعه القطعه دي. تعال نشوف اللقطه دي بس عشان هي دي بتاعه شلبي اللي انا عايز اقول عليها. هو شلبي بيبقى بيقدر يخدع كتير، كان هو المرحوم احمد رفعت عندهم الحته دي اللي انا بلعب ناحيه اليمين ناحيه الشمال ما تستنينيش اقطم، ممكن اقطم وممكن في احيان كتير افتح الخط وارفع بشمالي رغم ان هو لاعب ايمن. الاوفر ده انا كنت عايز من ناصر ماهر يبقى مستني الاوفر ده ان هو هيبقى بالوني شويه يتوقعه دايما. شلبي مش هيبقى مستريح في الاوفر ده، هو هنا ما ينفعش تستناه في المنطقه دي، تستناه في المنطقه دي لو لاعب بيلعب ناحيه اليمين زي زيزو هرفعها لك بقوه والسيرف يجي لك هنا، انما مش هرفع لك شبه البالونه. فانت دايما تبقى واخد الايام البعيد، فانا بتمنى من ناصر واي حد بيكمل يعني يبقى واخد باله من حته ان شلبي هو بيرفع بشماله ما بتبقاش رجله الاساسيه ما بتبقاش الكوره مستريحه، يعني زي حضرتك لو بترفع من ناحيه اليمين مش هتعمل لها السويرف، يعني انت عند رافع الكورنر رافع الجون بتاع حسام حسن في الماتش بتاع بشمالك بشمالك فترفع سويرف ممتاز. لما تيجي ترفع انت من ناحيه اليمين هتترفع بس ما هيش مش بالسويرف ده. عملت واحد نص سويرف قبل كده لجمال حمزه بالظبط في ماتش الاهلي بالظبط اللي هو ماتش 2-0 بتاع اللي الابان ضاع فيه ضربه جزاء كانت من ناحيه اليمين فعلا، بس دي بقى بتحتاج ما بتبقاش بقوه، بتحتاج بقى الايه المهاجم يبقى قاري الكوره شويه لان ما بتبقاش متمكن منها زي ما بترفع من ناحيه الشمال. فانا اتمنى اللي بيلعب قصاد شلبي يبقى فاهم شويه ان الراجل وقطعاته بتبقى محتاجه ان انت تقطع بذكاء اكتر من كده شويه. طيب ايه الحاجه اللي مش محتاجين نكررها ماتش العوده ده بسرعه كده عن ماتش الشورت اكيد، هم دول الاهم ماتشين دلوقتي عشان ينقلوك لمرحله ثانيه ومنهم كسب ثقه بروفا للماتش السوبر، فايه الحاجه اللي مش محتاجين نكررها او الخطا اللي لازم ناخد بالنا منه ونتفاداه؟ الانهاء المبكر للقاء، يعني انت ما تدخلش الفريق الكيني في اللقاء باي شكل، الزمالك هدي شويه يعني الزمالك خد اللقاء على فترات كان بيبدأ بضغط وبعد كده بيهدى شويه وساب الفريق الكيني يستقبل اللعب، دفاع الفريق الكيني مش دفاع قوي لكن هجومهم عندهم سرعات، فالزمالك محتاج
يخلص ويوصله لمرحله الياس بالجون الثاني دايما. انا في رايي انا 1-0 2-0 بتخلص على الفريق اللي قدامك. الزمالك مدسي في الوقت المناسب بعد 1-0 انه كان يخلص الجيم. فالزمالك محتاج دي، محتاج يوزن الطرفين بتوعه زي ما قلنا. ان عمر جابر انا بشوف ان هو في اليمين هيبقى هيصنع لك فرص كتير ويظبط لك الدنيا، وجرب في الشمال لعيب زي عاطف زي اي حد بحيث تبقى الجبهتين موزونين على الاقل، تضمن الجبهه اليمين تكون شغاله باكتر شكل فعال. اتمنى نشوف برضو لو ظروف الماتش حكمت احمد محمود وحسام اشرف، بما انهم اللاعبين اللي داخلين على الفرقه لو الدنيا حكمت شويه محتاج نشوفهم علشان يبقى خدوا دقايق لعب. تأهل، انت ما تعرفش في ماتش السوبر انت هتلعب مين او تشوف مين، فمحتاج الناس دي تاخد دقايق لعب. اتمنى الاهتمام جدا 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 بخروج الكوره من خط دفاع الزمالك، لان دي كانت اكبر مشكله. الزمالك حسام مجيد اخطا كذا مره، محمد صبحي نفسه اخطا في احد الكرات. يعني مواجهه الضغط ده اهم شيء، لان حتى لو الفريق الكيني مش هيبقى ابرز شيء، المنافس الثاني ليك اللي هو النادي الاهلي في لقاء السوبر بيضغط بكل شراسه، فانت لازم محتاج تكون في افضل حالاتك الفرديه والبدنيه في حته الخروج بالكوره دي، لان دي مهمه جدا 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 يعني. طيب ماتش العوده من غير جماهير للاسف ممكن ياثر شويه عن اداء نادي الزمالك. وكمان خليني اسالك في احنا جبنا جول هناك، هل جوزيه يبدا ضاغط برضو ولا ممكن يفكر في حلول اخرى في الماتش العوده رغم ان انت على ملعبك ومش خلاص بقى مش وسط جمهورك، ودنا نتكلم فيه برضو شويه وتقولي رايك فيها اثر علينا ولا لا، لكن اقسم الماتش ازاي؟ انا رايي انا ما هو تقسيم الماتش ده لو نتيجه 1-0 ضد فريق نفسه مستواك او قريب من مستواك، انما فريق الشرطه الكيني مع احترامنا ما زال بعيد عن مستوى الزمالك، فالزمالك محتاج لا محتاج ينزل ضاغط ويريح نفسه علشان ما يضغطش نفسه خالص في اللقاء. لا ما ماشيش النتيجه 0-0 وافضل مستني في رحمه كره ثابته تيجي عليا كده خطا الجماعه الكينيين سرعة جدا ممكن حد يفلت بكره سريعه، لا انت تخلص جون فيبقى هم محتاجين جونين فيهاجمك اكتر تستفيد من المساحات في ظهره تخلص بالتاني، وبعد كده الفريق ده هيتملكه الياس فكره ان هو هيبقى عايز ثلاث اهداف فهتلاقي نفسه ما بيهاجمكش. والنتيجه لو 0-0 وطولت هو ما عندوش حاجه يبكي عليها. هتلاقيه بيلعب بشراسه في الشوط الثاني. لا الزمالك لازم ينزل ضاغط باذن الله ويخلص نفسه بدري بدري، والفوارق الفنيه بين الفريقين تسمح ان الزمالك ينزل يخلص اموره ويلعب الجيم اللي هو الزمالك محتاج دايما يلعبه. افتقاد الجماهير مهم جدا على فكره، جدا بشكل كبير جدا. جمهور الزمالك ليه دور اكبر من الناس متخيلاه يعني في الاوضاع الطبيعيه، هو اللي بيشد الفرقه. يعني عايز اقول ان ده بطل الكونفدراليه اللي فاتت. هو بطل الكونفدراليه والجمهور قبل اي شيء. لو نفتكر مباريات زي ارتا سولار اللي كان فاصل مع الزمالك، مباريات زي فيوتشر الماتشين الجمهور كان ليه دور كبير جدا. ماتش دريمز وانت بتتعادل في ارضك وصفر صفر والجمهور بيحيي اللاعبين عشان ينزلوا بروح قتاليه عاليه جدا في لقاء العوده، ماتش نهضه بركان الجمهور والملحمه، لا فالجمهور مهم جدا جدا جدا. بس كويس ان هي جت على قد الدور التمهيدي واول لقاء في المجموعات، وباذن الله تكون برضه اول لقاء في المجموعات الدنيا مش يعني ما يكونش ماتش صعب يعني والدنيا تمشي شويه، لانه دايما انت هتبقى اول المجموعه هتلاعب رابع المجموعه. الفرق الموجوده في الكونفدراليه في فرق كويسه بس في المستوى الاول والثاني، في المستوى الثالث والرابع اعتقد ان شاء الله ما تبقاش فرقه صعبه فيهم يعني، فيجي لك ماتش سهل مع ماتش الشرطه الكيني باذن الله لما تتخطاه فتبقى العقوبه مش مؤثره عليك يعني تعديك يعني. كويس انها جت في الادوار التمهيديه وانا مستغرب جدا من عقوبه الكاف لجمهور الزمالك، الجمهور ده ما غلطش في حاجه. انا شفت الموضوع له علاقه بالتنظيم بتاع الشركه اللي كانت مستدعاه، انا شفت جمهور الزمالك بالعكس جمهور الزمالك كان مثالي. ده حل الكونفدراليه. والله يعني خلى ليها والله بجد مش بهزر، يعني كنت في الملعب كنت جمهور في الاستاد يعني خلى الكونفدراليه لو تسوى شيء بقت تسوى يعني دي حقيقه طول البطوله. وفي النهايه بالذات مفيش اي تجاوز يعني مفيش لعيب مثلا من نهضه بركان لا تم الاعتداء عليه ولا تم اي حاجه، والتجاوزات دي كانت من الشركه اللي هي المفترض الكاف موظفه. وحتى لو في خطا تنظيمي انت عملت عقوبه ماليه الجمهور ماله يعني، انت لو في خطا تنظيمي نفترض يعني اسوء الفروض ان كان في خطا تنظيمي تسبب في عدم نزول المسؤولين كذا، هل ده ذنب الجمهور نفسه؟ الجمهور ما عملش اي حاجه لم يعتدي على احد يعني، دايما بشوف عقوبات الجمهور رموا مش عارف ايه، رموا حاجه على ارض الملعب بتاع، اعتدوا على الفريق المنافس، كل ده ما حصلش يعني. انا قاعد اتامل ان وقعه الترجي التونسي من سنتين لما دخلوا بمنشار ارض الملعب اتعاقبوا عقوبه يعني شبه العقوبه دي، فهل يعقل ان العقوبتين يتساوي يعني؟ انا الصراحه مش قادر اتفهمها شويه من الكاف العقوبه اللي ضد جمهور الزمالك، لان انا في رايي يعني
وشفت بعيني في ارض الملعب جمهور الزمالك كان اشبه بالمثالي في اللقاء. حتى الهتافات ما كانش فيه هتاف يعني احيانا الكاف انت عندك هنا جوه مصر بيبقى فيه الهتافات مفهومه شويه، فبيبقى فيه عقوبات على الهتافات لو فيها تجاوز. في مباراه الافريقيه ما بقاش فيه تجاوز على الهتافات لان ما حدش بيترجم ولا حد فاهم حاجه. يعني انا عايز اقول لك ان ما كانش فيه هتاف واحد ضد اي حد، يعني لا ضد الفريق المغربي لان هم اشقاء واحنا بنعز المغرب جدا، ولا ضد اي لاعب ولا اي حاجه. يعني الهتافات كانت يا ناس يا ناس الزمالك عايز الكاس. يعني الهتاف اللي كان الهتافات كلها كانت بسيطه جدا وتقليديه جدا، وما كانش في اي حدث يستوجب العقوبه دي. نتمنى ان ما يكونش لها اثر باذن الله على الزمالك، وان شاء الله فريق الزمالك قادر يعني على تجاوز الشرطه الكيني والنتيجه اللي معانا دي تعدينا باذن الله يا مشاهد يا رب ان شاء الله. طيب كلام عن مباراه الاهلي والسوبر، وهل نتكلم فيها زياده عن اللزوم؟ وهي طبعا غصب عننا شغلانا كلنا دي حقيقة. وبطوله مبكره والايه قطبي الكره المصريه والافريقيه والعربيه، يعني اتكلم لحد بكره وهيبقى طعم لاي بطوله مختلفه وجود الفرقتين دول مع بعض. اهتمام جماهيري، شوف الصبغ على التذاكر، يعني ملحمه كبيره جدا. هل اتكلم فيها من دلوقتي ولا ده يلخبطنا في ماتش الشرطه الكيني، ولا دي حجم اكبر من حجم؟ يعني اعتقد هي المباراه واخده حجمها الطبيعي. هي حقيقه لقاء كبير جدا، هو اي لقاء بين الزمالك والاهلي هو لقاء مهم، فبالك ان هو لقاء ببطوله، وما بالك ان البطوله دي السوبر الافريقي، حيث لما التقى الفريقان غير من 30 سنه لما الزمالك كان وفق وفاز بالكاس في جوهانسبرج بهدف ايمن منصور. فطبيعي ان الحدث يفرض نفسه. ده ثالث نهائي قاري بين الفريقين، نهائي الزمالك فاز بيه، نهائي المنافس فاز بيه، وده النهائي الثالث. فكل فريق بيسعى للهيمنه الاكثر على النهايات القاريه بينهم، فاكيد اكيد اللقاء مهم، يشغل بال الجماهير بشكل كبير جدا. الزمالك في رايي انا في المباريات اللي زي دي اول عنصر انت بتحتاجه التوفيق بتاع ربنا. يعني هي دايما مباريات هي بتبقى مباراه نار وكده، والتسديده من هنا تخش ومن هنا ما تخشش الحاجات دي، فبتحتاج توفيق ربنا. ومحتاج اللاعبين في رايي انا يعني قبل اي شيء، انت اتكلمت احنا اتكلمنا على عبد الله السعيد لما رجع وقام دوره، هي بتحتاج دي مباراه ال 110% ان كل لاعب يعمل الحته الزياده، ما يعملش بس الحته اللي عليه. يعني لو انت واجبك الهجوم، انت لاعب بتلعب في الثلث الاخير، لا دورك في الضغط والمسانده والرجوع والتقفيل مهم نفس اهميه دورك في الهجوم اللي انت موكل اليه. يعني دورك في مسانده، لو كنت انت جناح فدورك في مسانده الظهير لا يقل ابدا عن دورك كجناح هجومي. زي ما بتصنع فرصه دورك كمنع الفرصه والتقفيل مهم جدا. الشراسه في اللعب والقوه واللعب على كل كوره مهم، تاخد بالك من الاخطاء المجانيه ما ترتكبهاش، مش بسهوله تتسبب في ركنيات على فرقتك ولا فاولات، الحاجات اللي زي دي كلها مهمه جدا. الهدوء والتركيز وحاله الهدوء العامه في النادي، يعني هي مباراه مهمه بس اللاعبين في الحالات اللي زي دي هم عارفين اهميه اللقاء. الشحن الزايد احيانا بيجيب نتيجه عكسيه، يعني انت لا يعني خلاص هو اللاعب اوريدي عارف قد ايه اللقاء ده مهم، احيانا الشحن ده بيبقى مطلوب لو اللاعب انت حاسس يعني مثلا قبل الشرطه الكيني ممكن تلاقي اللعيبه فكه فتشحنهم وتطالبهم بالتركيز وتعمل معاهم اجتماعات. انا بشوف دايما قبل مباراه الديربي لا اجتماعات بقى ولا بتاع، سيب اللعيب، هو اللعيب عارف هو وراء ايه وكذا. ولا اعتقد حضرتك بخبرتك الكبيره ممكن تفيدنا بده، يعني اللقاءات اللي كنا في 2002 و2003 وبنكسب وبكذا اعتقد ما كانش فيه حد لا بيجي يقعد معاكم ولا اعتقد يعني كانت منكم المدير الفني، ولو انا غلطان صحح لي يعني لو كانت في اجتماعات خاصه او ولو في اجتماع خاص ممكن ما يزيدش الموضوع عن 10 دقائق ولا حاجه. يعني دي حقيقه، ده بالعكس ده كان في بعض المدربين يتعمدوا يفكوك اكتر، يعني يخلوك ان انت تعمل حاجه عكسيه اللي هو اعمل لك حاجات فاني او اعمل لك حاجات في التمرين. كان في كابرال ولا فينجادا يعني كان مثلا اوتفيستر فينجادا كان من الناس دي، كابرال يقول لك ما حدش تغيير سيستم خالص زي ما انت ادائنا تفكيرنا زي ما هو، لان انت كل لعيب بيبقى عنده حاجه قبل الماتش كده اسمها دوره المباراه، يعني اللي هي ليها علاقه بان مثلا 3 4 ايام كده قبل الماتش حسب ما بين الماتشين في ايه حسب انت خدت اجازه ولا لا، في حاجه اسمها يعني سايكل كده للمباراه. كل لعيب بقى ساعات بيبقى كل واحد عنده طقوسه وعنده تركيزه وعارف ياكل ايه ما ياكلش ايه، رايح ازاي، هيركز على ايه دلوقتي، يكلم زميله، فتلاقي كده فيها استعداد خاص لكل لاعب بطقوسه بقى الخاصه. انا زي حضرتك يا كابتن محمد ما بحبش اللي هو ايه يعني لعب خلاص هو عارف دي، ما بحبش بقى ايه يعني انا ما بحبش دايما اجتماعات ومناشدات، انا ما بحبش يعني الاشكال دي. هو اللقاء مهم، هو مهم، فبس انت سيب اللعيب زي ما انت حضرتك قلت كده بياخد بخبراته هو بكذا. والزمالك حاليا فريق عنده اكثر من لاعبين خبره، يعني لو احنا بنتكلم
اتكلم على المسلوس في خط الدفاع، عمر جابر جنبيه خبره كبيره، حتى لو في ظهير الايسر لاعب حمدي او بنتاج، الاثنين عندهم خبرات كويسه. عنده في خط الوسط دونجا لعب اكتر من مباراه مهمه، وعلى فكره لما تلعب لقاء زي نهائي الكونفدراليه وكذا بيزيد عليك فكره ان انت خلاص الماتش ابو بطوله ده انت لعبته قبل كده. يعني زيزو خبراته كبيره جدا مع الزمالك وفاز بالعديد بالبطولات. سيف الجزيري لعيب صاحب اخر هدفين جبناهم في الاخير، لكن برضه الماتش ان انت مهم الاستعداد النفسي، انت راكب نفسيا، انت اخر مباراه التقيت فيها مع النادي الاهلي انت كسبان 2-1 والجزيري يمكن عشان ذكر الجزيري هو اللي جاب الهدفين. بالطبع لازم استغل برضه حته الناحيه النفسيه دي، او ان انا كعبي عالي في اخر مباراه. هو راجل فني مميز كمان في ضرب خط الدفاع دايما، هو بيتحرك بذكاء فممكن تستخدمه. وحاليا بقى عندنا ميزه بقى دلوقتي، احنا كنا مثلا في لقاء القمه الاوليه مثلا انت كنت التغييرات كانت صعبه قوي، يعني انت زيزو لما اتصاب نزل بوتيابا ادى كويس على فكره في الماتش ده، يمكن من افضل ماتشاته عشان نذكره بالخير، بس يمكن بعد كده ما اداش كويس، بس هو في المباراه دي كان كويس. بس انا قصدي ما كانتش برده الورقه الكبيره قوي، وما عملت تغييرات بعد كده في الشوط الثاني شويه لما خرجت عبد الله السعيد وحمدي وناصر، كانت التغييرات اللعيبه ما كانتش موفقه قوي، يعني سيد عبد الله وسيف جعفر ما كانوش في افضل حالاتهم. انما في اللقاء ده انت دلوقتي بقى الزمالك لو نبص كده للتدعيمات اللي حصلت زودت الاوبشن، يعني بقى انت عندك سواء بدات بميشا او ما بداتش بيه ميشا كونراد، فانت عندك على الاقل يعني واحد من ميشا كونراد او شلبي الاثنين، واحد فيهم هيبقى اساسي والثاني احتياطي، يعني معنى كده انت عندك بديل تقيل، يعني انت عندك بديل في مركز الجناح قوي، انت ما كانش عندك ده قبل كده، يعني مثلا كنت بتعطل، يعني انت اما بتدعم، لان دايما انت البدائل الهجوميه الاول كان عندك سيف الجزيري لوحده، ناصر وسامسون كانوا بعاد، حاليا عندك عمر فرج، سواء عمر اللي بدا فانت هيبقى عندك الجزيري ورقه قويه جدا، سواء الجزيري اللي بدا بالمتوقع بما انه اكثر خبره هتلاقي عندك عمر فرج لاعب. في ميزه على فكره في صفقتين عمر فرج وكونران يمكن حتى بتخليني عايز اراهن عليهم، يعني في الماتش ده ان هم يبداوا، ان هم الموسم بتاعهم ابتدى بشكل طبيعي، يعني احنا لو كنا بنتكلم ان لعيبه الزمالك لسه في بدايه موسم وبدايه اعداد وموسم خلصان وكذا، هو في اتنين جايين جاهزين، ميشا خد فتره اعداده موسمه بدا كان شغال مع الوحده السعودي مساهم في 3 اهداف قبل ما يجي لك، وده غريب علينا جدا والدوري بتاعه بادئ، لا وغريب علينا قوي ان لعيب خد راحه وعمل فتره اعداد وبدا عادي. عمر فراج نفس النظام على فكره، الموسم بتاعه في الدوري السعودي كان بادئ وكان بيشارك وبيسجل وكان بيلعب مع منتخب فلسطين الحبيبه، فالاثنين اللعيبه دول بالذات موسمهم بادئ. حمدي يمكن اللي خد فتره اعداد صغيره شويه لانه كان مع انبي، بس حمدي نهى الموسم لغايه قريب على فكره، نهايه الموسم بتاعته كان لسه بيبدا اجازته، انت عارف كده، وجي عشان يجيب العقد يعني، فدي مزايا في عمر وكورة، فعلى الاقل سواء بداوا هيبقى عندك بدائل زي الجزيري وشلبي، لو ما بداوش هيبقى عندك هم الاثنين بدايل، فبقى عندك اوراق تغير فيها. انت لو حطيت تشكيل الزمالك اساسي دلوقتي هتلاقي ان عندك على الاقل على الدكه على الاقل 3-4 لاعبين كويسين جدا جدا تنزل تغير بيهم، ده ما كانش متاح للزمالك قبل كده. يعني احنا كنا بنحتار التغييره، انت بتبقى ساعات اللاعب عنده شايفه ما بقاش قادر قوي، بس انت بتفتكر مستوى البديل شويه ان هو بعيد شويتين ثلاثه كده ما بتبقاش متحمس، انما دلوقتي على الاقل الزمالك يعني هو في رايي انا لغايه دلوقتي المركز اللي لسه فيه بعاد شويه هو المركز المساك، بقيت مراكز الملعب الزمالك بدا يغطيها بشكل كويس، عشان كده انا بشوف الزمالك لو هدور على صفقه بعيد عن مركز المساك لازم نجيب، بقيت المراكز لو هتجيب صفقه تبقى حاجه في الثلث الاخير بوم، زي ما انت كنت هتعمل بوم كده بارون تعمل بوم تاني، يعني حد بقى يجي اللي هو يفرق معاك، انما لو كده لا على العدد لا انت بقى عندك عدد في كل مراكز الملعب بشكل كويس، يمكن المساك ده اكيد، ويمكن الارتكاز ممكن تحتاج حد مع دونجا برضه، لان ممكن زياد المركز ده احيانا بياكل اللعيبه، انت عارف تمام مركز الارتكاز، فاحيانا وهو مركز انذاراته كتير شويه، يعني انت مثلا لو دونجا بره القايمه خالص لا قدر الله انذارات اصابات هيبقى عندك زياد بس، في الحسبه بتاعت جوزيه جوميز هو مصنف شحاته على فكره طبعا كده. لكن لو تتاح ان انت تدعم المركز ده بتفندر كمان حتى لو تحت السن حتى لو كذا هيكون كويس ليك كنادي، يعني انت يعني لو تفكر كده في المراكز، المساك حاجه ملحه للتدعيم، المركز 6 بعديه في حاجه للتدعيم، اعتقد المهاجم حتى لو انت ما عندكش حاجه ملحه للتدعيم، بس صفقات المهاجمين واللاعبين في الثلث الاخير احيانا حتى لو ما عندكش حاجه للتدعيم بس لو هتعلي الكواليتي دي المراكز اللي بتحسم بطولات يا كابتن محمد. يعني
لو توقعنا مين اللي يعمل فرقعه او الراجل يعتمد عليه في ماتش السوبر من الصفقات الجديده، لان خلي بالك انت القايمه بتاعت السوبر 20 لعيب بس، فده ممكن يبقى فيه مفاجآت، ممكن يكون الراجل لسه ما يعتمدش قوي على الصفقات الجديده، ان هو زي ما عودنا في يناير خلي بالك ما دخلش كل اللعيبه مره بالظبط واحده، فممكن يعني يبقى سيلكتيف قوي او اختار واحد بالكتير اثنين، لان الراجل برضه عارف فرقته دي حقيقه. فمتخيل مين ممكن يكون اولويه او يكون موجود ويعمل بصمه؟ انا ارشح زي ما انا قلت عمر وبيشا وكونراد بالذات، يمكن كونراد يعني باسلوب لعبه وسرعته كده انا اعتقد ان هو ممكن من اللعيبه اللي هتكون لها دور يعني كبير في السوبر، والراجل جاي جاهز، فانا اعتقد هو وعمر حمدي وحمدي لان طلب الراجل بنتاج لعيب كويس جدا، لكن الراجل عايز دايما ظهير يلعب جوه مع بنتاج، هيبقى موجود الاثنين، بس انا اعتقد لو هو هيختار في قائمه السوبر واحد من الاثنين يعني اعتقد هو ممكن يروح لحمدي لظروف الجاهزيه، لان بنتاج ممكن الموسم اللي فات ما كانش بيلعب بشكل منتظم قوي مع سانت اتيان، ممكن بيحتاج وقت شويه، انت ما بتجيب لعيب زي بنتاج هيدخل الفرقه هيدخل كده كده، لكن تجهيزه وانسجامه مع الفريق. حمدي برضو في النهايه لعيب مصري يعني هيلعب ولعب قدام الاهلي كذا مره، لعب على حسين الشحات، لعب على بيرسي تاو، حافظهم وحافظينه، فالراجل في النهايه ابن المنظومه دي، فممكن يشتغل على طول. فاعتقد هم الثلاثه دول مرشحين فوق العاده، بس انا دايما طالما هتترشح حد فطرن على الناس اللي بتلعب في التلت الاخير، يعني كونراد رقم واحد في رايي انا، وعمر فراج رقم اثنين ممكن من الناس اللي يبقى لها تاثير في مباراه السوبر قوي باذن الله. كنت عايز تتكلم انت عن حسام اشرف واحمد محمود شويه، اعتقد ان هم من الاضافات المهمه جدا طبعا لعيبه نادي الزمالك اللي كانوا معارين. على فكره انا عايز اقول حته في موضوع حسام اشرف دي يا خليفه، كنت بقولها لك قبل الهوا. تعالى نتخيل كده حسام اشرف مش اعاره من الزمالك، وحسام اشرف تاني ولا تالت هداف الدوري المصري الممتاز، والهداف الاول من وسط المصريين خلي بالك، ايه الهداف الاول وسط المصريين اللي سابقينه الاولاني وسام ابو علي فلسطيني وفيستون مايلي، وكمان معلش بيلعبوا مع منظومه مختلفه واسيستات مختلفه، عدد هجمات كبيره بالظبط وصول للمرمى، فطبعا كنا موجود بيقولوا الهداف المصري بالظبط الاول حسام اشرف، وقلنا ان انا اللعيب ده مش بتاعي ورايح ان انا اتعاقد مع اللعيب من هدافين الدوري مليون. هجيبه بكام؟ ده بيطلبوا في المدافعين 35 و40 مليون، لم يسبق لهم الانضمام للمنتخبات، فبالك بلعيب منتخبات قبل كده وتالت هداف الدوري المصري، اعتقد كان ممكن الناس تطلب فيه مليون دولار مثلا 50 مليون زي ما احنا بنسمع يعني، فالاسعار دلوقتي بقت بتسمع كده، فانا اعتقد كان نفس الرقم. انا اعتقد انا من الحاجات اللي يعني انا بحب جوزيه جوميز على فكره ومؤمن بانه مدرب كويس، بس انا صعب عليا حسام في الماتش بتاع كينيا ده انه ما خدش، انا كنت متوقع ان هو ياخد فرصه. اتمنى ان ياخد مع الفريق ويعني ماتش ممكن يكون فيه مساحات وياخد ثقه ويهدف يعني وزمايله ويوصلوا له الجون. واحمد محمود كمان في ظل اداء شحاته ما كانش بيقدم في الشوط الثاني افضل شيء، والدنيا اتقررت اكتر من مره، اكتر من هو نزل في الاختراق نزل في دقيقه انا عارف، بس كان ممكن ياخد نص ساعه حاجه زي كده، خصوصا ان اداؤه في الجونه في المباراه الدفاعيه اللي بتحتاج دفاع دي كان اداء مميز، بس معنى نزل معنى ان الراجل شايفه شايفه حاطه في دماغه شايفه، واعتقد كده اتمنى ان هما الاثنين هياخدوا وقت في لقاء العوده. وعلى فكره انا حتى ايشو مبسوط ان هو جاي، اللعيبه الصغيره السن دي محتاجه تاخد اوقات لغايه لما رجليها تتقل جوه الفريق، يعني انا عندي الرهان على لاعب ما ثبتش لسه ان هو لا كويس قوي ولا ثبت ان هو ما اداناش مش كويس، احسن مراهن مع لاعب انا حرقت جزمه اكتر من مره واديته اكتر من مره وما ادانيش. لا انا يعني انا احب اروح لعنصر زي حسام اشرف، لا احمد محمود، لايشو، لان دول حتى لو هم في اللحظه الحاليه ما وصلوش لسه للبيك بس ممكن يوصلوا له، انا لسه مش عارف ايه اللي عندي ايشو، ممكن اللي عندي ايشو كتير على فكره، بس في لعيبه تانية خلاص انا خدت منه خلاص وانا عارف اللي عنده، انا بفضل ان يبقى مش هي الاختيارات الاولى على طول يعني. انا حاسس ان جوميز مش بتاع مفاجات بس يعني انا متوقع ان على الاقل في لاعب افتكر تعامله مع الصفقات في يناير ماشي، بس دخل عبد الله على طول مع عبد الله عشان عبد الله ومصر يعني هو خلاص لعيب حافظ كل حته في مصر عارف ينسجم سريعا، لكن هو مش بتاع مفاجات في اعتقادي يعني مش اعتقد لا الباك الشمال لازم، لان كظهير ايسر لا هيفكر في حد يعني لازم هيبدا السوبر بحد في الظهير الايسر، وتوقع ان حد من الاثنين حمدي عاطف بنتاج لا انا اعتقد انه هيروح لحمدي في السوبر احساسي، واعتقد ان واحد من الاثنين عمر فرج او ميشا هيكون بادئ في السوق، مش يعني مش هيسيبها كده يعني.
خليفة شرفتني ونورتني، ودايما الحقيقة لقاءات ومعلومات جميلة واحصائيات حلوة. ده انا اللي بتشرف بوجودي معاك يا كابتن محمد يعني، وطبعا في قناة الزمالك وسط كل جماهير الزمالك الحبيبة. حبيبي خليفة كل الشكر ليك. بكده وقت حلقتنا انتهى سريعا، ان شاء الله لقاء تاني مع حضراتكم قريبا من خلال برنامجكم زملكاوي. تصبحوا على خير.